بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير على الجميع. بداية أنوه على نقطة، يا ريت الجميع يحط ميوت إذا الصوت واضح عندكم على أساس ما يكون في شوشرة على الصوت. أخوي قيس يوسف، يا ريت ميوت، الله يعطيك العافية. بداية هذه المحاضرة بالتعاون ما بين نادي رؤية ونادي هباتيا لشرح كتاب الفلاسفة والحب، وأنا صراحة أقدر أقول لسوء حظي ولربما خيرة أني وقع الاختيار الشاعر لوكريس وميشيل دي مونتين من حظي أني أشرحهم هذا المساء. وطبعا بما أننا نتكلم عن الحب، أنا بودي صراحة أن نفتتح هذه المحاضرة باقتباس جميل من كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. يقول ابن حزم: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل، وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين الكثير. هذا اقتباس جميل، ودائما لما نتكلم عن الحب لا يفارقني كتاب طوق الحمامة لابن حزم. طبعا مثل ما قلت لكم، اليوم راح نتكلم عن لوكريس أو لوكريتيوس وعن مونتاني، كل واحد منهم راح يعني نتكلم عنه على حدة، ولكن من خلال قراءتي لهؤلاء الاثنين وهذين الفصلين وجدت أن كلاهما يدوران في دائرة واحدة، وهما يتكلمان عن الحب الأيروتيكي، وهو نوع من أنواع الحب البعض يسميه الحب التهتكي. وكلمة الأيروتيكية مأخوذة من آيروس. آيروس في الأساطير اليونانية هو إله الحب والرغبة والجنس والخصوبة، وكان ملازما لأفروديت أمه وراصدا لتجليات الجنس عبر الحضارات البشرية. فتارة يصور أعمى لا يرى عيوب المعشوق، أو بجناحين في زرقة السماء، أو عازفا على قيثارة. هذه التوصيفات دائما تجدونها في لوحات كثير من الفنانين عندما يحاولون أن يرسمون آيروس. والآيروتيكية مشتقة من الكلمة آيروس، أي جنسي وشهواني، ويماثله في الأساطير الرومانية كيوبيد. والمحاور التي تدور في فلكها الأيروتيكية هي الرغبة الجنسية العارمة والجامحة والجسد والمتعة والانتشاء. هذه الأيروتيكية اللي راح يعني الأخوان الاثنين اللي راح نتكلم عنهم يدورون في هذا الفلك. يعني هو للأسف أنا يوم كنت أقول لسوء الحظ، لأنني أختلف معهما اختلافا كلي تام فيما راح أطرحه. أنا راح أحاول أني أكون موضوعي في طرحهم، ولربما أجنح للذاتية نوعا ما، ولكن يعني أنا لأنهم لم يرقى لي صراحة، فبعد ما أختم طرحهم راح أعوضكم بوجبة دسمة بإذن الله في الحديث عن فلسفة الحب. أشرح بعض النقاط التي وردت في كتاب ظاهرة الحب، 6 تأملات لجان لوك ماريون. خلونا نبدأ بالبداية طبعا مع لوكريس. من هو لوكريس؟ طبعا لوكريس هم حاطينه في كتاب الفلاسفة والحب. انا ما يعني ما اقدر اقول انه يعني فيلسوف، لان في الغالب ورد على انه شاعر روماني. هو شاعر روماني ولد عام 55 قبل الميلاد، يعني هو في عهد ما قبل الميلاد. طبعا تميز بماذا؟ كتب واحدة من افظع قصائد الهجاء التي كتبت يوما ضد العاطفة المتقدة. طبعا العاطفة المتقدة يقصد بها الحب. هي مجموعة من الأبيات الفجة المفككة والحادة، وكأنها تكشف عن تنظيم عسكري تهدف إلى التحذير من هذا النوع من المصائب. طبعا النوع من المصائب يقصد به الحب هنا. لوكريس نقدر نقول عنه تلميذ نجيب، تلميذ بس صوت المطالع بس صوت واضح، صوتي طالع. حياك الله. الله يبقى تبقى 10
تقدر تحطها ميوت طال عمرك. ايوه بس ممتاز ممتاز. انزين نرجع حق لوكريس. لوكريس يعتبر تلميذ نجيب لأبيقور، وراح نشرح الأبيقورية او اهم النقاط اللي تعنينا في الأبيقورية بعد شوي. طبعا انا لما قلت تلميذ نجيب مو معناته انه عاصر أبيقور، يعني على سبيل المثال في المذهب الماركسي، في ماركسيين هل عاصروا ماركس؟ مو بالضرورة، ولكنهم يتبنون أفكاره ويروجون له. فلوكريس يعني كان ملهمه وأستاذه هو أبيقور. طبعا لوكريس شنو يقول؟ يقول لذة الحب لا تدوم سوى لحظة، أما ألم الحب فيدوم طوال الحياة. ويرى لوكريس أن الحب هو الطريق الملكي لإفشال السمو النفسي. طبعا لما نقول أبيقور، أبيقور ولد عام 341 قبل الميلاد، ومثل ما قلنا هو اللي استلهم منه لوكريس كثير من أفكاره. طبعا في كتاب ألف لوكريس اسمه عن طبيعة الأشياء، ويعد هذا الكتاب وكتب فيه قصيدة فلسفية طويلة تتناول التطور المستمر للكون، واضعا صورة مرعبة للتوله الغرامي. يعني هو يرى أن الحب شيء بشع، مصيبة، أمر يعني يجب الفرار منه. هنا شو يقول؟ طبعا أنا راح أحاول أني أطرح بعض الأفكار الموجودة في الكتاب. يعني يقولون في الكتاب أن الإنسان عندما يعني يشعر بالجوع شنو يسوي؟ يروح ويأكل فيرتاح، يعني خلاص يروح منه هم الجوع. وإذا شعر بالتعب يذهب إلى فراشه ويتمدد وينام ويروح هم التعب يعني. أما الحب فالأمر يختلف، فهو الجدير بأشد العذابات الأسطورية. يعني يرى أن الحب مو مثل هذه الحاجات، الحاجات هذه يعني تزول الرغبة تجاهها والأمر الملح أثناء الحصول عليها، أما الحب فهو أمره مختلف تماما. ويقول عندما يمتلك العشيق عشيقته لا شيء يهدى من لوعته العميقة، بل على العكس تماما، فالتشوش الفكري والعاطفي يؤدي إلى تضييق الخناق حوله، إذ يرتبط بها ارتباطا لا فكاك منه. وعن ذلك كتب لوكريس بطريقة إيحائية إنها الحالة الوحيدة التي كلما زادت فيها رغبتنا في امتلاك الآخر كلما احترقت قلوبنا برغبة مهلكة. هذا كلام لوكريس. فهو بالنسبة له الحب هو حالة نهم غير محدود، يعني جشع ونهم غير محدود، لا نهاية له. بعدين ينتقل لوكريس. طبعا لوكريس احيانا يرى ان هنالك، طبعا انا لازم افرق بين نقطتين، هذا الكلام من عندي، ان في شيء اسمه عاطفه المحبه وفي الممارسه الجنسيه جلكم الله. البعض من الغربيين يدمجهم مع بعض، يعتقد انهما واحد، انهما واحد. فلوكريس شنو يقول؟ يقول ان العاطفه الجنسيه يصاحبها بالضروره نوع من انواع الكراهيه، فالرجل او المراه لا يحب أحدهما أن يكون ارتباطه بالآخر سبباً للشقاء، ولأنهما يجهلان كنه الجرح الخفي الذي يضنيهما يمارسان سلوكاً تعويضياً وهو تعذيب من كان سبباً فيه. يعني يقصد به الحبيب الآخر، أن المحب يتلذذ أحياناً بتعذيب المحبوب لأنه يشعر بداخله أن هذا الحب لا يطاق، أحياناً مؤلم، فيمارس سلوكا تعويضيا وهو تعذيب من كان سببا فيه. وهنا نلمس السبب الأول لرفض عاطفة المحبة عنده، لهذا السبب هو يعني يرفض عاطفة المحبة. فمع كونها ساحرة هي متعة تمر عبر إرادة الآخر، وتتعارض مع المثال الأعلى للاكتفاء الذاتي الأغريقي الذي يدافع عنه الأبيقوريين بقدر ما يفعل منافسيهم الزينونيين. طبعا الأبيقوريين يؤمنون بقضية الاكتفاء الذاتي، أن سعادة الإنسان تحصل من خلال الاكتفاء الذاتي، أما علاقة المحبة فهي لا تمر إلا بإرادة الآخر، وهذا ينافي قانون الاكتفاء الذاتي لديهم. وهذا كذلك يعني من الأمور ومن النقاط المهمة التي تجعله يرفض عاطفة المحبة. فهو يقول إذن يبقى المحبوب عصيا على الفهم بكل ما تعنيه اللفظ من معنى، إذ تظل أفكار الآخر معتمة وبعيدة وعدوانية على الأرجح. وهو هنا يعني أنا ذكرت أنه لوكريس عام 55 قبل الميلاد، ولكني أرى فيه بعض الإضاءات النفسية والأفكار اللي سبق فيها الكثيرين.
ومن ضمنها هذه النقطة المهمة، هو يرى أن في الحب سر مشؤوم. شنو هذا السر المشؤوم؟ يقول أن المحبين يجهلون تماما هذا السر المشؤوم للحب، هذا السر الفظيع المتخفي بعناية عن الأعين، إنه هذا المعبود. يعني حطوا كلمة المعبود بين قوسين، هو يشوف أن السر المشؤوم للحب أنها قضية عبودية. شلون قضية عبودية؟ يقول أن المعبود هو المحبوب، هو حبيب غير موجود. شلون حبيب غير موجود؟ يقول إن موضوع الحب ليس سوى عرض سمات تخيلية، وابتداء من تلك الذرات التي تخرج من مخلوق جذاب ترتطم بالعين المقابلة، يحكي المحب لنفسه حكاية ويصنع إلها كائنا يعج بآلاف الإغراءات، بحيث تتلخص أمنياته في توافر تلك المغريات في الحبيب. وبهذا يكون لوكريس قد اكتشف فكرة التبلور ستاندالي. طبعا هنا شنو يقول؟ يقول إن قضية المعبود هي أن المحب شو يسوي؟ يرسم سمات وصفات تخيلية في ذهنه تجاه الشخص اللي يحبه، هي أصلا غير موجودة على أرض الواقع ولكنها فقط في ذهنه، هو رسمها وتصورها، وأصبح هذا المحبوب في ذهنه يعني شيء فائق الكمال، شيء رائع، وهذا على أرض الواقع غير حقيقي. وهذه يعني نقطة مهمة يعني سبق فيها كثيرين لوكريس. فهني شو يقول لوكريس؟ يقول لا يفتأ لوكريس في كتابه عن طبيعة الأشياء يعدد المزايا الوهمية التي يذكرها رجل أعماه الحب عن المرأة التي فتنته يوما ما. هني هذا جزء ظريف صراحة، يقول فإذا كانت المرأة سوداء يصفها بالعسلية اللون، وإذا كانت وصخة ونتنة تكون في أعينه طبيعية، أما عيونها المطفأة الباهتة فيراها هو متوهجة كالألماس. يعني شو يسوي؟ لأن يحب صنع في ذهنه محبوب خيالي غير موجود على أرض الواقع، وعشق تلك الصفات وهي غير موجودة أصلا في المحبوب الحقيقي الواقعي. هذه من الأسباب اللي تجعل لوكريس يعني يمقت قضية المحبة. طبعا هو عنده حل لهذا القضية راح نطرحها بعد شوي. شو يقول كذلك؟ يقول هكذا يكون الحب نتاجا لتكوينات من الأحلام والأوهام المخادعة، إذ ينشأ عن الخيال في جزء كبير منه، وبالتالي لن يستطيع أن أمنية الهوست. أي شخص تبطل المايك تقدر أن تحطينا ميوت، ما تخافش أي حد بيطلع صوت أنا بعمل ميوت. الله يعطيك العافية. فهو يقول أن الحب هو نتاج تكوينات من الأحلام والأوهام المخادعة، وهو أمر ينشأ عن الخيال في جزء كبير منه، وبالتالي لن يستطيع أن يعود ليتأقلم مع الواقع بمحدوديته، بل إن الحب لن يستطيع أن يكتشف كم هو كاذب إلا حين يكون مؤكدا. يعني لما يكون في أرض الواقع ويدقق المحب في هذه القضية يجد أن الصفات والسمات اللي تخيلها غير موجودة على أرض الواقع، ويكتشف أكذوبة الحب. هذا من نظرة لوكريس. بقي القول أن الولع، هذه نقطة مهمة جدا ومن الأسباب اللي تخلي لوكريس يمقت الحب، بقي القول إن الولع بالأساطير المرتبطة بالحب والمبالغة المضللة التي تصاحبها كالظل لن يستطيع وحده تفسير الجاذبية الدائمة للحب على البشر. هذا طبعا الأساطير في زمنهم. أنا أقدر أقول في زمننا إحنا نقدر نشوف لو نتأمل الفن في وقتنا الحالي، نجد العديد من الأغاني التي تتغنى بالحب، والأفلام الرومانسية والمسلسلات والقصص والروايات التي تخلق هالة جمالية للحب، وهي في حقيقة الأمر ليست هي حقيقة الحب. الحب ليس بذلك، ليس هكذا هو الحب. فهذا من الأمور اللي تجعل لوكريس يمقت الحب. في زمنهم كان الأساطير، في زمننا نقدر نقول أن الفن جُير وأُجر للترويج للحب. أعتقد أن سياسات تجعل الناس ينهمكون في قضية الحب لينشغلون عن ما هو أهم من ذلك. طبعاً إيه، وفي نقطة كذلك مهمة جدا أعجبتني عنده، يقول إن من الغباء إن المحب يرى في المحبوب معنى وجوده، متوهما أن امتلاك كائنا ما سوف يمنحه مفتاح العالم، متحاشيا الألم المرتبط بهذا الأمر. يعني يقول إن الإنسان لما يكون كسول ما يبي يبحث عن معنى وجوده ولا يبحث عن حقائق الأشياء،
شو يسوي؟ يقول لما يكون يحب يقول ان انا موجود لهذا المحبوب، انا موجود لاجله، انا احبه، انا عايش علشانه واموت علشانه. فهو اصلا متكاسل عن البحث عن دوافع للحياه. فشو يسوي؟ يجعل من الحب شماعه لهذا التكاسل. هذه نقطه جديره بالانتباه اللي يعني طرحها لوكريس. طبعا الحين راح ننتقل لقضيه الخلاص او الحل اللي طرحه لوكريس. لوكريس الحين هو وضح لنا اسباب اللي دفعته لتجنيب الحب او تبسيطه او تعريته. يعني هو يحاول انه يقول ان الحب امر غير جدير بالاهتمام، خصوصا في قضيه الابيقوريه، لانه يتنافى مع الاكتفاء الذاتي للانسان. زين يا لوكريس، شنو عندك الحل؟ شنو الحين انت قاعد تقول لا نحب، شنو الحل؟ طبعا هني اقتباس جميل جدا من اكثر الاقتباسات اللي اعجبتني للوكريس، يقول ان تجنب الوقوع في شرك الحب اهون كثيرا من التخلص منه. يعني لو حاولت من البدايه انك تتجنب الحب هذا اسهل لك من انك بعد ما تقع في الحب تحاول انك تتخلص، هذا صعب جدا. فشنو يقول لوكريس؟ يقول ان الحل يكون انك انت لازم تدقق في العيوب الجسديه والاخلاقيه الحقيقيه بين تلك التي ترغب بها نفسك وبين الموجودة في المحبوب على أرض الواقع. ولنكرر بلا كلل ولا ملل، ألا يوجد غير هذا الشخص يعني اللي إحنا نحبه؟ ما في غيره؟ مو معقول أن الصفات اللي أنا أحبها فيه مو موجودة في شخص غيره؟ هذا يشوفنا من الحلول. وبعد يقول اسأل نفسك سؤال، ألم نحيا من دون هذا المحبوب من قبل؟ أنت عشت عمرك يعني منذ أن ولدت إلى أن وقعت في الحب، عشت بدون شخص تحبه، فلماذا تعتقد أن مصيرك المستقبلي متعلق بالشخص اللي أنت تحبه؟ ويقول ويجب أن نذكر أنفسنا أيضا أن هنالك ضمادات كثيرة. يعني هنا قاعد يقول أن يجب أن نذكر أنفسنا أن الصفات الموجودة في المحبوب ليست صفات حقيقية، بل هي أحيانا صفات تخيلية. زين الحين أنت هذه حلول، وبعد شنو عندك؟ قال أن الحل عندي في تعدد العلاقات. يقول إن الإنسان يجب أن يكون متعدد العلاقات بحيث إنه يبحث عن المتعة بدون أن يرتبط ارتباط حقيقي بقضية الحب. طبعًا هذا الأمر أنا خالفه فيه، ولكن أنا أطرحه يعني بحثًا عن الموضوعية، لأن أنا قاعد أطرح أفكاره وأنا خالفه في هذه النقطة، وممكن إن نعرض بعض النقد الموجه لهذه الفكرة. فهو يقول أن تعدد العلاقات وأجلكم الله التحرر في قضية الممارسة الجنسية هو الحل من وجهة نظره في هذا الأمر، إنك تستمتع بالحياة وتستمتع مع يعني أي شخص كان بدون أن تضطر لتتقيد بقيود الحب، لأن الحب قد يقيد حريتك وقد يجعل على بصيرتك غشاوة تعميك عن ما سواه. وشنو يقول؟ كما ينصحنا لوكريس، هذا اقتباس من كلام لوكريس، يقول بالضبط بالحرف نمحو الجراح القديمة، يقصد جراح الحب، نمحو الجراح القديمة بندوب جديدة، وألا نتردد في استخدام الحب الجديد لطرد متعة قديمة. هو يرى أن الحب بين قوسين قضية متعة فقط، فيجب أن نستمتع ولا نرتبط بأي كائن من كان. طبعا هذا مثل ما قلنا هو أبيقوري رواقي، يعني نقدر نقول، ومثل ما قلنا الأبيقورية هي تدعو إلى التمتع والبحث عن المتعة بدون الوقوع في المنغصات. أي متعة فيها منغصات يجب تجنبها، بس حاول أنك تستمتع بدون أي منغصات أو أي تأنيب ضمير من هذا القبيل. ولكن في واحد ثاني كذلك أبي قوري راح على النقيض. طبعا الآن أنت عندك ما تبي تقع في الحب، شنو الحل؟ الحل يقول أنك أنت تعدد العلاقات واستمتع، هذا الحل. إنزين هل هذه فقط الأبي قوري؟ لا طبعا، في على النقيض منه في طرح آخر مختلف جنح إليه مارك أوريل، يرى أن كما هو الحال بالنسبة له فالشعور العاطفي يرتكز بالنسبة له على عدد من التقييمات الخاطئة. وعلى عكس الشاعر لوكريس، شنو يشوف هذا مارك أوريل؟ يرى أن يقترح أن الخلاص الروحاني هو الخلاص، الأمر الروحاني والتمرن على النظر إلى ما يلي الشغف بشكل متجرد، وهو ما قاله في كتابه الأفكار. يقول أنت حاول أنك أنت تشوف ما يعني تتعاطى مع الأمور بروحانية، وممكن أنك تزهد في الحب وتزهد في الممارسة يعني نقدر نقول الممارسة الجنسية.
هذا على النقيض منه. إنزين مثل ما قلنا أن لوكريس يدعو إلى المتعة بدون دفع فدية، وهو ما عبر عنه في كتابه عن طبيعة الأشياء. إنزين ينقلون هني نص للحكمة الثامنة للأستاذ أستاذ لوكريس اللي هو أبي قور. شنو يقول الحكمة الثامنة؟ يقول: ما من متعة تمثل شرا في حد ذاتها، أما تلك التي تحمل من المتاعب أكثر مما تحمل من المتعة فينبغي التخلص منها. يقصد يعني يقصد هني يقصدون الحب، لأن هنالك متاعب وألام مرتبطة بهذا الأمر فيجب التخلص منها. يعني استمتع بما تريد الاستمتاع به بدون أن أي مناغصات. أما لوكريس طبعا يعني باللهجة الدارجة خرب أمها، يعني قال أوكي ما في حب فأنت استمتع بيدينك ورجولك على قولك. فأبعد فذهب لوكريس أبعد من أستاذه أبي قور، فدعا إلى أن يلقي المرء بنفسه مستسلما لجميع المتع والملذات كي لا يترك نفسه تتسمم بفعل شعور ثابت يقصد فيه الحب، أو تلتهمه نسور الغيرة، الغيرة المصاحبة للحب. شنو يشوفون كذلك الأبي قوريين؟ يشوفون أن المتعة هي حجر الزاوية للخير، تلك هي ثورة أبي قور العظيمة مقارنة بأفلاطون. هني مقتبسين لاقتباس ما أدري هل هو للوكريس أو لأبي قور، يقول: إني أبصق على الأخلاقيات، لا ينبغي أن نفهم رسالة أبي قور على أنها مجرد رغبة مبكرة في متعة من دون قيود من أجل امتلاك السعادة مستمرة. فالرغبات الطبيعية الضرورية، شنو يقول أبي قور؟ يشوف أن الرغبات الطبيعية الضرورية مثل شنو؟ مثل الأكل، مثل النوم، مثل الشعور بالدفء، يلزمها إشباع جارف. أما الرغبات غير الطبيعية، يعني على سبيل المثال الرغبة في تملك الأشياء، اقتناء الأشياء أو اقتناء اللوحات أو أي رغبة كانت غير ضرورية مثل تخزين السلع، شراء الأحذية، فلا بد من نفيها نفيا حتميا. وبين الأثنين اللي هو الأشياء الضرورية والأشياء الغير ضرورية، هنالك رغبات طبيعية غير ضرورية كأن نعيش الصباحات الهانئة والممارسة الجنسية، يشوفون أنها أمر غير ضروري. ليش؟ لأن الإنسان لو وضع إنسان في أرض بدون ما يأكل راح يموت، بدون ما يشرب راح يموت من الظمأ، ولكن بدون أن يمارس الممارسة الجنسية مو بالضرورة أنه راح يموت. فبالتالي تصنف هذا الأمر بالرغبات الغير ضرورية. إنزين يا أبي قور، أنت قلت ضرورية إحنا نستمتع فيها ونشبعها إشباع جارف اللي هي الأكل والنوم والشرب. إنزين هذه الغير ضرورية شو نسوي فيها؟ يقولون هني أن أبي قور قد أدرج المتعة الجنسية في تلك الفئة الأخيرة المختلطة غير المستقرة، فمع كونها رغبة طبيعية فإن الحرمان منها لن يميت الإنسان، إذن فكل الحجج هنا تحتمل القبول أو الرفض. يعني عادي، كيف تبي يعني تسرف في هذا الأمر، ما تبي تسرف هذا أمر راجع لك. بعدين هني حاولوا طبعا الكتاب الفلاسفة والحب مكتوب من قبل ماري لوموني وأود لان سولان، حاولوا أنهم يعني يطرحون أمر مختلف شوي. طرحوا الحكمة رقم 30 لأبي قور. شنو الحكمة رقم 30؟ يقول: إذا كان من يتبعون المتع، هنا قاعدين يبررون حق لوكريس. لوكريس مثل ما قلنا أنه يقول لا للحب، نعم لإشباع الإنسان المتع يستمتع مثل ما يبي، ولا للحب. هنا قاعدين يحاولون يبررون له بحكمة من حكم أبي قور. شو يقولون؟ يقولون: إذا كان من يتبعون المتع الخليعة يحررون النفس من مخاوفها إزاء الظواهر السماوية ومن الموت ومن الألم ويكتشفون حدود الرغبات، فليس لدينا أي حجة للومهم، لأنهم ممتلئون بالمتع من دون أن يعانوا من حزن أو ألم أو من شر. فالأمر يبدو غير محتمل في عيون أبي قور، فالشهوانيون الفاسقون بالنسبة له هني قاعدين يبررون حق أبي قور بعد. يقول أن أبي قور يشوف الشهوانيين الفاسقين بالنسبة له ضائعون يستحيل إنقاذهم، فالأبي قورية لا تقبل سوى بمتعة بلا متاعب. أما الشهوانيين يخاطرون بأن ينجروا بعيدا جدا وأن ينتهي بهم الأمر إلى فقدان التوازن في حياتهم بأكملها. طبعا هذه الحكمة رقم 30 حق أبي قور. إنزين ختاما حاولوا المؤلفين الكتاب كذلك يبررون مرة أخرى حق لوكريس، فقالوا:
إن الصلابة الشديدة في مواجهة مخاطر الحياة لهي أكثر صحة مما تفعله الحلول الوسطى المعاصرة. يعني هم يشوفون إن لوكريس كان حله حل صلب، يعني إنك أنت تستمتع بالحياة وانجرف مع الملذات ولا تقع في الحب ولا تقيد نفسك ولا تقيد حريتك. وفي حكمة أبي قور يمثل الحب نوعا من التقديس اللاشعوري ومعتقدا خرافيا وخطيرا ينبغي القضاء عليه. وبقيت إدانة لوكريس للحب والتي لا مرد لها فعلا يتسم بالبسالة الموجعة بالنسبة لهم. طبعا هذا حاولت قدر الإمكان أني أطرح أهم النقاط اللي ذكرها لوكريس، ألخصها يعني باختصار، أن لوكريس لا يؤمن بالحب، يرى أن الحب قضية خداع، أن صفات متخيلة يتخيلها الشخص اللي يحب في محبوبة وهي غير موجودة على أرض الواقع، يدعو إلى التلذذ، إلى استذكار حقيقة المحبوب، أنه هو يريت ميوت، يدعو إلى التمتع للهروب من الوقوع في الحب. هذه أهم النقاط اللي ذكرها لوكريس. طبعا هنا أنتقل حق الفيلسوف الثاني اللي هو ميشيل دي مونتين، أو مثل ما ذكروه في الكتاب سموه مونتاني. طبعا عبد الله ما عليك أمر، بس أول شيء يعطيك العافية، ما شاء الله الطرح وايد حلو، يعني هذا وانت مو يعني موافقة بصراحة بدأت. أنا كان في عندي نقطة بصراحة لفتت انتباهي قبل هالمرة، قريتها قصة الحضارة عن في طبيعة الأشياء، من الأشياء اللي هو قالها إن شلون حط حلول حق التخلص من الحب، فقال إنه تدخل على المحبوبة في الصباح الباكر قبل لا تبلش تحط الزينة وتشوف وجهها على حقيقتها وشعرها. إيه راح تتغير رأيك. بس ترى يعني إحنا نأخذ، أنا معاش إنه فيه بعض التفاصيل، ولكن بشكل عام يعني أنا خليني أنا أخلص بعدين عادة أتفرغ للنقد لأن قلبي متروس. نرجع الحين حق ميشيل. طبعا أنا راح أفتح المجال حق الأسئلة وحق أي مداخلات بعد ما نخلص بإذن الله. ننتقل حق مونتاني أو ميشيل دي مونتين. طبعا لوكريس حاولت أكون موضوعي فيه، بس مونتاني أعتقد أن الموضوعية راح تخوني، راح أكون ذاتي شوي. أنا صراحة قبل أن أقرأ كتاب الفلاسفة والحب وقبل أن أقرأ فصل ميشيل دي مونتين كنت أعرف مونتاني أو ميشيل دي مونتين، أعرف أنه هو رائد فن المقالة. طبعاً المقالة جنس من الأجناس الأدبية، الأجناس الأدبية يعني تختلف من قصة إلى رسالة إلى الرسالة إلى رواية وغيرها. هو رائد المقالة، هو ألف مجموعة من المقالات نشرت في 3 مجلدات. طبعاً يعني هم يقولون أنه هو ما أدري صراحة إذا كان من قبله كتبت المقالة أو لا، ولكن يقال أنه من اكتشف أو أسس أدب المقالة الحديثة. طبعا مونتاني من مواليد عام 1533 ميلادي، يعني نقدر نقول في عصر النهضة، وعاش 59 سنة. وطبعا هو كان عايش حياة مترفة نوعا ما، وكان من حاشية الملك شارل التاسع فترة من الزمن، كان من حاشيته. طبعاً صراحة أنا لما قرأت هذا الفصل وأنا أدعو أقوياء القلوب اللي راح يقرؤون الكتاب ولديهم مقاومة لشعور التقزز والتقيؤ أنهم يقرؤون الفصل، بس اللي ما عنده قدرة صراحة يعني يشطب على الفصل، لأن فصل سيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أنا كتبت ملاحظة قبل أن أبدأ في الفصل، كتبت أن صراحة يعني أقبح من الحقارة تبريرها والافتخار بها. هذا اللي كان يسويه مونتين. ميشيل دي مونتين شو سوى؟ راح وكتب مجموعة من الاعترافات قبل وفاته، كتب مجموعة من الاعترافات دون فيها كل نقاط السوداء في حياته. وطبعا هو النقاط السوداء والغير السوداء، ولكن سلط الضوء على أمور سيئة جدا وقبيحة، كشفت لنا عن مدى احتقاره لذاته. هو يحتقر نفسه صراحة، يعني حتى عندما كان يصف شكله وصف بذيء، يصف علاقاته كانت علاقات يعني سيئة جدا، ولا وما فيها ديمومة، ما فيها استدامة، هي علاقات فقط للمتعة. مثل ما قلت انه يتشارك مع لوكريس في قضية الحب الايروتيكي، او مثل ما قلت الحب التهتكي، الحب الذي يختزل او الفكر الذي يختزل الحب فقط
في الجسد أو في المادة أو في المتعة، وكأنه ليس هنالك نمط أو نوع للحب متجاوز لهذا الأمر. أنا بحاول أطرح أهم الأفكار اللي طرحها اللي يعني تستحق تسلط الضوء، أما بقية الأمور فأنا صراحة يعني أنأى بمسامعكم عنها. بداية، ميشيل دي مونتين هو يمدح المتع الأرضية. يعني شلون المتع الأرضية؟ يعني أي متعة موجودة على سطح الأرض هو يرى أنها جديرة بالاستمتاع. فشنو يقول؟ يقول أن الموت يمنح للوجود طعماً، وكذلك المحدودية الإنسانية التي يتميز بها الضمير. إذن فعلى المرء أن يتمتع أكثر وأكثر بالحياة، أي أن نحب ونعيش في التو واللحظة. ثم كتب في الكتاب الثالث من المقالات: بالنسبة لي أنا أحب الحياة والتعلم، وأنتهز ما أصادفه من مناسبات البهجة حتى أصغرها وأقلها. طبعاً هو هني لما يتكلم عن الحب هو ما يتكلم عن الشعور ولا يتكلم عن العاطفة، هو يتكلم عن الممارسة. يعني الممارسة أجلكم الله هي الحب بالنسبة له. فهو شنو يقول؟ يقول إن الإنسان هو وجهة نظره، يقول إن الإنسان حيوان متوحش. ليش يا قليل الأدب قاعد يقول الإنسان حيوان متوحش؟ لأنه يسبب الرعب لنفسه وتثقل عليه لذته ويظل بائسا. ألسنا وحوشا بما يكفي لكي نسمي العملية التي أنتجتنا بالعملية الوحشية؟ فالإنسان ينبغي له أن يتلذذ بنعم الطبيعة التي وهبها إياه في صورة متع جسدية. يعني هو يدعو للتحرر يعني بصريح العبارة. فحتى حتى حتى النساء يعني المثقفات ما سلموا منه، قاعد يقول كذلك المنافقات هن النساء المثقفات اللواتي يتحدثن عن الروحانية التامة في علاقات الغرام ويزدرين احتياجات الحواس، ولكن أيقبلن هؤلاء بمبادلة جمال سيقانهن بعقل سقراط؟ يعني حتى مفرداته يعني تدل على بذاءة أخلاق. زين، هو الحين يعني مسوي نفسه نصوح ويبي ينصح اللي يعني مقبلين على الحب أو اللي يعيشون علاقة محبة. طبعا مونتاني يقول لهم: من يسألني عن الجزء الأول من ممارسة الحب؟ لاحظوا ما قال شعور الحب ولا قال عاطفة الحب، قال ممارسة الحب أجلكم الله. فهو يرى الحب يعني ممارسة فقط لا أكثر ولا أقل. يقول: من يسألني عن الجزء الأول من ممارسة الحب سأجيبه: أن تأخذ وقتك، وهو الجزء الثاني أيضا بل والثالث. وهنا عنده تشبيه، يقول أن الوقوع في الحب أو ممارسة الحب تشبه الدخول والولوج إلى قصر فخم. أنت عندما تدخل إلى قصر فخم ومليء بالجمال وبالإكسسوارات، أنت تدخل على مهل وتتفرج حواليك وتلقي بالنظر على كل ما حولك وتحاول أن تستمتع بجمال الأرضية وجمال المكان. يقول أن في ممارسة الحب يجب عليك أن تكون على يعني أن تتمهل وتكون كأنك الشخص الذي يدخل إلى قلعة يعني جميل. بالنسبة له يتساوى حب البشر مع حب الحيوانات، يعني هذا اللي أنا اكتشفت. ويقول عنده أن الحب عبارة عن تجارة لا تعترف إلا بنوع العملة نفسه. يعني شلون؟ هو مثل ما قلنا يربط الحب بالمتعة. فيقول أن الحب تجارة لا تعرف إلا نوع العملة نفسه. يعني شلون؟ يعني مثل ما أنه ربط الحب بالممارسة، فيقول أنك أنت ما يصير تمارس هذا الأمر مع شخص ما يستمتع معك، فأنت تقدم المتعة وتأخذ المتعة. يعني هذه العملة اللي هو يشوفها. يقول إيه، هذا أجمل اقتباس له، وهو يمكن أهم اقتباس في الفصل كامل. يقول أن أعظم ما في الكون هو أن يكون الإنسان ملكا لنفسه، وأن يعير نفسه للآخر، ولكن لا يمنح نفسه إلا لنفسه. هذه أهم اقتباس عنده في الكتاب. بعدين يقول مونتاني: فليتجه المرء قدر المستطاع إلى الحرية واللامبالاة. هو مثل الشيء يعني أنا حاولت أني أقرأ يعني هو ليش كذا مريض، رحت وشفت سيرته الذاتية وجدت أنه حرم من حنان الأم. يعني حقيقة كان محروم من حنان الأم، ممكن هذا نوع من أنواع التعويض النفسي، بالإضافة إلى أنه يعني دخل في علاقات مشبوهة، يعني يعني نقدر نقول عنها علاقات شاذة، وتزوج ليس رغبة في الاستقرار بل طلبا للورث، لأنهم هم حاولوا يحرمونه من الورث. أعتقد أن أسرته كان عندهم نظرة ثاقبة أن هذا الإنسان يعني إنسان قليل أدب ووقح، فحاولوا منعه من الميراث،
قرر الزواج بفتاة يعني كانت ابنة أعتقد رئيس قرية أو مدينة بوردو إذا ما خانتني الذاكرة، ليحصل على الورث. طبعا الحمد لله أن أمه رفضت أن بنته، أم عاشت أطول من عمره وهو مات عمره 59، رفضت أن بنته أحد وريثاتها أنها تأخذ من ورثها، رفضت لأن بنت هذا مونتان. يقول يجب أن يكون كل الهم في الحصول على المتعة، يعني وهلما جرى يعني من هذا القبيل، يعني فصل كامل كله عن هذا الأمر. بس إيه في نقطة مهمة قبل ما أخلص من مونتاني وأنتقل للحديث عن فلسفة الحب، ودي أسلط الضوء على نقطة هو ذكرها. طبعا مثل ما قلت إن أنا أخالف جميع أفكاره، والحين راح أطرح واحدة منه. هو يرى أن الحب والزواج لا يجتمعان أبدا، هم أمران نقيضين. شلون يا مونتاني؟ يقول الحب من جهة والزواج من جهة أخرى، سوف أؤكد الفصل التام بينهما. فالعشيقات في المدينة والزوجة في القصر، والخلط بين القطبين هو الخطية بعينها، إذ نخاطر في هذه الحالة بإفساد الاثنين. يعني هو يرى أن إذا كان الزواج والحب شيء واحد، يقول أنت تفسد الحب وتفسد الزواج، لأن نظرة لكليهما سقيمة. نكمل، يقول الأمر يشبه أن نأخذ ملفا ملقى في سلة المهملات لنحمله بعد ذلك فوق رؤوسنا. يعني هو ينظر للحبيبة على أنها أمر للمتعة وللتلذذ، فيجب علينا أن نتركها في مكانها، مو يعني نبني علاقة جادة معها. ويشوف أن الحب والزواج كلاهما هم صحيح أنهم نقيضين، بس يجتمعان في نقطة مهمة. شنو هي؟ اللي هي تقييد الحرية. يقول هنالك قيد مزدوج يجمع بين النمطين، أحدهما يتعلق بقوانين الزواج، والآخر بالحب الذي يجعلنا عبيدا للآخر. لذلك هو يعني يرى أن الحب وسيلة للمتعة، والزواج يعني أمر محكوم بقوانين، ويعني لأنه هو أصلاً هذا طريقته في الزواج، هو يتزوج عشان يحصل على الميراث. إيه، وفي جملة يعني تدلك على مدى أن هذا الإنسان بائس. لقوا جملة مكتوبة، عبارة مكتوبة، مو مكتوبة، محفورة على قوس مزخرف بالقرفة التي كان يعمل بها مونتاني. يعني هو أعتقد هو حافرها. شنو هي الجملة؟ الجملة تقول لن أقول أبدا إن الزواج يحمل من البهجة أكثر مما يحمل من الدموع. طبعا دامنا نتكلم عن مونتاني، هو اعتزل الناس لفترة من الزمن في مثل الصومعة، اعتزل وحاول أن يقرأ بنهم وألف مؤلفات، يعني من ضمنها هذه الثلاث مجلدات حقت المقالات. وأعتقد أن قبل فترة شفت برنامج وثائقي يتكلم عن مكتبته ما زالت موجودة إلى الآن في فرنسا، أعتقد أنها في مدينة بوردو الفرنسية. طبعا هني يرى هو، نكمل على نفس قضية الزواج والحب، هو يرى أن الزواج العاقل يقيد الرغبات، ويرى أن الرغبات لا تتقد بل تتلاشى مثل الرغوة في الزواج. طبعاً الحين مثل ما ذكرنا في لوكريس، أن مؤلفات الكتاب حاولوا يبررون حق لوكريس، بس طبعاً هذا شرقعون فيه وشيخلون. فإيش قالوا هني؟ طبعاً هو الحين قاعد يعني يقول أن يفصل الزواج والحب. شنو قالوا المؤلفات؟ قالوا لا توجد امرأة ذاقت يعني طعم الزواج والاستقرار والراحة في العلاقة الزوجية، ذاقت طعم ذلك وتريد أن تحل محل عشيقة زوجها. الحب قائم على نار المتعة، أما الزواج فيقوم على الفائدة والعدل والشرف والديمومة. صحيح أنه متعة سهلة، لكنه متفق عليها أكثر من غيرها. يمارس يعني الحين خلصنا من قضية الزواج والحب، ينتقل إلى فكرة ثانية. يعني أنا والله أني ما ودي أنقل بعض الأفكار، ولكن أحاول أكون موضوعي لأن البعض يمكن ما راح يقرأ الكتاب، وده أنه يعرف الأفكار اللي طرحت. يطالب مونتاني للنساء بالتحرر وتبرير، يعني المفردة هذه مكتوبة نصا بالكتاب، بتبرير الفجور الذي يقومون به. بل إن مونتاني كان متعاطفا معهن أيضا حين دفع بهن إلى أحضان العشيق العابر، واكتفى بنصحهن بالكتمان والتواضع في الكتاب الثالث، ويقول الغلطة نفسها لا تهم طالما اهتممنا بمظهرها. يعني صراحة أنا آسف على
بعض الأفكار اللي طرحت، ولكن الحين راح أعوضكم. هذا أهم الأفكار اللي طرحت لدامونتاني. الحين أنا لما قرأت هذه الأفكار وجدت أن فكرة الحب أو الطرح العميق اللي يتناول فلسفة الحب غير موجود. يعني للأسف كان الأفكار الموجودة في الكتاب سطحية نوعا ما، مو نوعا ما يعني سطحية كثيرا. وحاولت أني أنبش في الذاكرة وتذكرت كتاب قرأته تقريبا قبل 5 إلى 6 سنوات، وأنصح صراحة بقراءته للمهتمين في فلسفة الحب أو التعرف على ماهية الحب. الكتاب اسمه ظاهرة الحب 6 تأملات، المؤلف جان لوك ماريون. الكتاب هذا صراحة لما قرأته قبل 6 سنوات أذهلني، وفي مجموعة من الأفكار إن شاء الله راح أعوضكم، لأن أعتقد أن البعض أتى لهذه المحاضرة لأنها تتكلم عن فلسفة الحب. جان لوك ماريون شنو يقول عندما طبعا يقول إن الفلسفة للأسف الشديد في 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 العصر الحديث أو في الأزمنة الأخيرة تجاهلت الحب ولم تتكلم عنه، يعني لم يتم تناول الحب بتشريح فلسفي حقيقي، لأن الفلسفة سؤال حول الماهية، حول الشيء الثابت الذي لا يتغير بتغير تمظهراته، إنه سؤال عقلاني لا يسمح للمشاعر بالتدخل كي لا تخلق اللبس والغموض. فيقول إن الحب ما تم تناوله بعقلانية كافية، لربما هو يبرر للذين لم يتناولوا، يقول لربما لأنه أمر البعض يعتقد أنه أمر عاطفي، بينما أن المؤلف جان لوك ماريون يرى أن الحب قمة في العقلانية وأنه يسبق أي أمر آخر، وراح أبين هالشيء في بعض الأفكار اللي راح أطرحها من كتابه. يقول المؤلف جان لوك ماريون، يقول أولا أن الحب هو سر الأسرار، لأنه أكثر أنواع الشعور عمقا وإبهاما وغموضا ولذة، وهو خاص جدا بصاحبه، غالبا ما تعجز اللغة عن نقل حرارته وقوته وشغفه. لذا يعاش الحب في الغالب في المخيلة أكثر من الواقع، ويرى أن الذين يعيشون تجربة الحب يتكتمون عليها ويمارسونها بعيدا عن أعين الناس، سواء كان تواصلا أم وصالا، ويفضلون العزلة للبوح بمشاعرهم. ويرى أن الحب متعدد، يعني الحب إحنا ما نقدر نختزله في أمر واحد، يرى أن الحب متعدد بتعدد التجارب الإنسانية، وهذا أمر ترى مهم فعلا. إحنا لو الموجودين الآن لو سألت سؤال ما هو الحب، لخرجنا على عدد الموجودين بعدد من التعاريف، لأن هو أمر ذاتي خاص، ومثل ما قال يتعدد بتعدد التجارب الإنسانية. ويسلط الضوء على قضية مهمة، يقول أن الحب سلوك ثقافي قبل أن يكون شعور. شلون سلوك ثقافي؟ يقول الحب سلوك ثقافي قبل أن يكون شعورا عاطفيا باطنيا وفرديا. إننا نتعلم الحب قبل أن نحب، يتشكل لدينا تصور فكري عبر التنشئة الاجتماعية والتربوية عن الحب قبل أن يتحول إلى عمق وجودي إننا نفكر فيه ونتأمله قبل أن نعيشه. بيان ذلك أن الحب قبل القرن 20 كان عقليا غايته الفضيلة والحكمة، وهو بذلك يناقض الحب العاطفي الذي ينتج الرذيلة. لذا مثل هذا النوع موجود في الحضارات. وهني المترجم جميل جدا في الهامش، يعني ذكر شلون إن في الثقافة العربية هل كان الحب حاضر، هل كان موجود، ذكر لنا مجموعة من الكتب. نعم كان الحب موجود وهو فعلا سلوك ثقافي، ذكر مجموعة من العناوين من ضمنهم الكتاب اللي بدأنا باقتباس منه اللي هو كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه حيث يعرض مراتب الحب، وكتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، بالإضافة إلى أن الشعر العربي والشعر الفصيح يزخر بالعديد من القصائد التي تناولت الحب وتكلمت عن مفهوم الحب. فبالتالي نحن نتعاطى مع الحب قبل أن نعيش شعور المحبة، يكون لدينا تصور قبل أن نعيش التجربة. هذه نقطة مهمة في البداية. طبعاً هو يعتب على من يختزل الحب في قضية اللذة، لأن اختزال الحب في اللذة يحول الحب فقط إلى جنس. هذه جملة جميلة جدا. يقول أنه في زمن فرويد، طبعا فرويد معروف عالم النفس، يقول في زمن فرويد كل شيء فينا أصبح يحركه اللاشعور، وهذا كل شيء فينا أصبح يحركه اللاشعور، وأصبحنا لذا لم نعد نحب
بل نمارس الحب، أو بصريح العبارة نمارس الجنس. فضاع المعنى الحقيقي للحب. هذه نقطة مهمة فعلا، لأنه هو يرى أن القضية الحب السامي، الحب الراقي، الحب المثالي، الحب الحقيقي، الحب اللي يعيش الإنسان خلال أطوار الحياة. هني يستشهد يقول أن الحب يعيش الإنسان منذ الولادة. شلون يعيش منذ الولادة؟ يقول أن النوع الأول من أنواع الحب هو الحب الذي يعيش الإنسان مع والديه، حب الوالدين، إلا أنه قد يميل إلى أحد الطرفين دون الآخر أو أكثر منه، وهذا ما تفسره عقدة أوديب. غير أن هذا الحب اللي هو حب الأطفال للوالدين يكون غفلا، لأن مشاعر الطفل لم تنضج بعد، وكذلك وعيه بنوع الشعور الذي يشعر به. هو ما يعرف شنو الحب، هو يشعر بشيء جميل داخله تجاه والديه، ولكن ما يعرف شنو هو. ثاني أنواع، هذا المرحلة الأولى اللي يعيش فيها الإنسان الحب أو يتذوق فيها المحبة. زين، شنو هي المرحلة الثانية أو النوع الثاني من الحب يا ماريون؟ يرى أن النوع الثاني هو حب المراهقة. شلون حب المراهقة؟ طبعا معروف أن في سن المراهقة أو فترة المراهقة هي فترة البلوغ لدى الطفل، يبدأ يبلغ، يبدأ يعني تكون لديه تغيرات نفسية وتغيرات جسدية. فيرى أن حب المراهقة هو مرحلة اقتحام الفرد لعالم الجنس الآخر، إذ يمتزج فيه الشعور العاطفي بالرغبة الجنسية، لأن مع البلوغ يكون هنالك رغبة جنسية وتكون هنالك عاطفة اللي هي المحبة، فيكون هنالك امتزاج في قضية حب المراهقة. يرى أن هنالك نوع ثالث يسميه الحب الراشد، ويمثل بالنسبة له الحب الراشد تعدد العلاقات. طبعا تعدد العلاقات بالنسبة له يرى أنه حق مشروع للرجل دون المرأة، ويستشهد هنا بشوبنهاور. شنو يقول شوبنهاور؟ يقول إن التعدد عند الرجل أمر طبيعي. طبعا تعدد العلاقات، إحنا لما نتكلم وفق الإطار الشريعة الإسلامية، تعدد العلاقات هذا أمر غير يعني محرم شرعا. كانت الشخص عندما يرتبط ودت بالتعدد، هناك تعدد الزواج، ولكن ليس هناك تعدد العلاقات في الشريعة الإسلامية، ولكن إحنا نحاول ننقل الموجود في الكتاب. شو يقول شوبنهاور؟ يقول إن التعدد عند الرجل أمر طبيعي عكس المرأة. شنو الدليل يا شوبنهاور؟ يقول إن الدليل على ذلك إن الرجل قادر على إنجاب أكثر من 100 طفل بعدد النساء اللي يعني يجامعهن، في حين أن الأحادية أمر طبيعي في المرأة لأنها لا تستطيع أن تحمل أكثر من مرة واحدة في السنة. يعني يقول إن الرجل لو يعني عاشر أكثر من امرأة أو 100 امرأة في السنة لربما أن ينجب 100 ولد، بينما المرأة في السنة الواحدة لا تنجب إلا واحد، فبالتالي هي محكوم عليها بأحادية العلاقة. هذا رأي شوبنهاور منقوله هنا. إنزين، في هذا الكتاب كذلك ينقل مجموعة من الأفكار الجميلة، صنف أصناف للحب. شنو الأصناف اللي عندنا اللي ذكرها للحب؟ طبعا هو يقول إنه يصعب أن نجد تعريفا واحدا ودقيقا للحب، فلا يبقى أمامنا سوى أقوال متنوعة حول الحب. فهنا شو يقول؟ يقول عندنا، هو حاول إنه يطرح بعض الأنواع. يقول في شيء اسمه الحب العذري. الحب العذري هو الحب المتعلق بالعفة والروح والسمو والتعالي، ويضرب أمثلة عبر التاريخ. يقول قصة روميو وجولييت، وفي الثقافة العربية قيس وليلى، وجميل وبثينة. طبعا جميل وبثينة لأننا تكلمنا قبل شوي عن قضية الحب الايروتيكي والجسد، جميل له بيت رائع جدا بعيد كل البعد عن الشبق الجسدي والمادي. بيت يقول فيه جميل لبثينة: أقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظره. يعني انظر الى، يعني لم يغب الحب رغم غياب الجسد. هذا النوع الاول اللي هو الحب العذري. زين، النوع الثاني شنو هو؟ يسميه الحب التهتكي، الحب المبني على الرغبه واللذه والاشباع والحس، ويضرب امثله كذلك. يضرب مثال بودلير وابو نواس في الثقافه العربيه. زين، هل في انواع ثانيه؟ نعم، في شيء اسمه الحب من اول نظره. ربط هذا النوع من الحب بالحس والجسم، العين والأذن، واعتبار الحب لغزا. هذه ثلاث أنواع ذكرها للحب. بعدين هني إيش يقول؟ إيه، هني نقطة جميلة. طبعا الكتاب هني يتكلم عن فلسفة الحب. شو يقول؟ يقول يدل لفظ الفلسفة في اللغة اليونانية. إحنا لو نروحنا لكلمة فلسفة إلى أصلها اليوناني فايلوسوفيا، من الناحية الاشتقاقية إلى حب الحكمة، صح ولا لا؟ فايلوسوفيا، حب الحكمة أو حب المعرفة. إنزين، شو يقول؟
يقول هذه هي الفلسفة، حب الحكمة، يعني فيها شيء اسمه حب. شو يقول؟ يقول أما أرسطو فيعرفها باعتبارها البحث عن المعرفة الحقة، وهو تعريف يخفي الحب ويتناساه ليبقي على الحكمة. وفي السياق ذاته يعني كان يشوف أن قضية الفلسفة تبتدأ بالحب. نحن إذا لم نشعر بحب تجاه الحكمة أو تجاه المعرفة، لا وجود للفلسفة من أساس. فالفلسفة قائمة على الحب، حب الحكمة. فهني شو يقول؟ يقول ماذا لو لم نكن نعرف شيئا عن الحب؟ يقول بأننا نعرف، هني شو يقول؟ يقول شيء غريب صراحة، يقول بأننا نعرف كل شيء عن الحب لكننا نسينا كل شيء. وعليه فإن تاريخ الفلسفة حسب ماريون اللي هو مؤلف الكتاب هو نسيان لأصلها أي الحب، ومن ثم يجب كشف مكون الحب باعتباره سابقا على المعرفة والوجود. فايلوسوفيا حب المعرفة، يعني الحب يسبق كل شيء باعتباره سابقا على المعرفة والوجود. ويجب أن نعتبر فلسفة الحب هي جوهر الفلسفة، وسؤال الحب هو سؤال الفلسفة الأول، ذلك أن الحب ممكن بلا وجود، والوجود غير ممكن بلا حب. هكذا يستلزم البحث عن الحقيقة محبتها والرغبة فيها أولا. معنى ذلك أن ماريون يعتبر فلسفة الحب هي الفلسفة الأولى. بعدين شو يقول هني؟ يقول أن الحب هو عطية بلا مقابل. يعمل ماريون على وصف الحب باعتباره ظاهرة تولد ذاتها ولها كامل الحق في الوجود. فالحب يعاش ويمارس ويتمظهر بالنسبة إلى الأنا، بل الظاهرة المعطاة بامتياز، لأنها تتلقى نفسها من نفسها عندما تتلقى كل الظواهر الأخرى التي تعطى لها. تدل فكرة العطية على منح الغير، يعني منح الغير نفسي، أفكاري، شعوري، أمنح الغير. هذا هو الحب بالنسبة له، لما يقول الحب عطية بلا مقابل، أمنح الغير أفكاري، شعوري، جسدي. فهني يربط ربط عجيب. طبعا احنا في الثقافة أو في الثقافة الإسلامية قصة بداية الخلق لم يرد شيء على أن حواء خلقت من ضلع آدم، بينما هني لما احنا نتكلم عن الحب عطية بلا مقابل شو يقول؟ يقول أن منح الغير جسدي الذي ليس لديه، يعني كأن جسدي له وهو ليس لديه، فأنا أمنحه لأكمله وأتممه. فيقولون هني هذه الفكرة ربما مأخوذة من خلق حواء من ضلع آدم من اللحم نفسه. ففي سفر التكوين، طبعا هذه وردت في سفر التكوين اللي هو في الكتاب المقدس، مو في القرآن، ما وردت في القرآن، وردت في سفر التكوين، راح أحاول أقرأها الآن. وردت في سفر التكوين كالآتي: سلط الإله نوما عميقا على الرجل فنام، ثم أخذ أحد ضلوعه وأغلق اللحم في مكانه، ثم شكل الإله من الضلع الذي أخذ من الرجل امرأة وأتى بها إلى الرجل. عندئذ صاح هذا الرجل في هذا الوقت إنه عظم عظامي ولحم لحمي، فسيسمى هذا الأخير المرأة لأنها خرجت من الرجل. لهذا يفارق الرجل أباه وأمه ويرتبط بزوجته، فيصيران لحما واحدا وجسدا واحدا، لأن المرأة خلقت وفقا للكتاب المقدس من الرجل، فالرجل يبقى ناقصا حتى يستتم بالالتقاء من خلال المحبة. هذه نقطة يعني ربط جميل أعجبني صراحة. طبعا هنا شو يقول؟ يعرف العاشق، يقول أن العاشق هو ذلك الذي يخسر يربح، فكلما خسر العاشق أعطى من وقته، أعطى من اهتمامه، أعطى من شعوره، أعطى من تفكيره، أعطى من مستقبله، أعطى من ماله، كلما أعطى وربح الحب، ربح الحب ذاته. طبعا احنا لما نقول الحب ما نقصد فيه الشخص الآخر، لا، نقصد الحب كشعور. ربح الحب ذاته باختصار شديد عندما تدخل الأنا في الغرام تغير وضعها فتصبح عاشقة وتنتقل إلى الغير، يعني كأن الأنا تصبح ملكا للغير في عملية المحبة. بعدين هني شو يقول؟ يقول محصول القول إن الحب الحقيقي أمر أبدي ونهائي، ولو كان في الذاكرة، يترجم إلى قسم بالوفاء ووعد يحمل طابع الأزل،
في حين أن تمظهرات اللذوية والإغلامية محكومة بالتناهي والتكرار. يعني يتكلم عن الحب في ذاته كجوهر هو أمر أبدي يبقى للأبد، بينما اللذة وهذه الأمور هي أمور بالنهاية تنتهي، اللذة عندما تشبع تنتهي أو قد تتكرر، وهي ليست حقيقة الحب وليست جوهر الحب، إنما هي تمظهر من تمظهرات الحب. والحب الحقيقي هو أمر أبدي وأزلي، عندما يشعر به الإنسان يرافق إلى الأبد. هذه من الأفكار الجميلة اللي وردت في هذا الكتاب، بالإضافة إلى إيه أنا عجبني هذا الأمر. طبعا احنا ذكرنا في الفلسفة اليونانية والإبيقورية قضية الاكتفاء الذاتي، ان السعادة في الاكتفاء الذاتي. هني لا، شو يقول ماريون؟ هني يقول إذا كان المبدأ السقراطي اعرف نفسك بنفسك يقتصر على الاستمتاع المعزول لأنه يميل إلى الاكتفاء الذاتي والحب الخاص، فإن الحب من وجهة نظر الكاتب اللي هو المؤلف، فإن الحب والعاشق لا يوجد من دون الغير، لأن الذات تحتاج إلى تأمين يأتيها من الخارج، وبذلك تنتقل الحقيقة من الذات إلى الغير، بمعنى أن وجود العاشق يتوقف على سؤال هل أنا محبوب، الذي يحدد بشكل أصيل وجودي بواسطة من أوجد من أجله. يعني أنا أوجد من أجل من؟ إن ما يكونني هو رغبتي، أي ما ينقصني وأنتظره وعليه. إذا لم نبت في الرغبة ولم ننتظر شيئا من الحياة فإننا سنتوقف عن الوجود. مجمل القول إن الاقتصار على معرفة الذات، يعني إحنا اللي يقول اعرف نفسك بنفسك والاكتفاء الذاتي، شو يقول هني؟ هذه نقطة مهمة ودحث فلسفي رائع. يقول إن الاقتصار على معرفة الذات يؤدي إلى كراهيتها، لأننا نكره نواقصنا عندما نعرفها، أما حب الغير فهو الذي ينقذنا من هذه الكراهية. عندما نصير محبوبين فنحب أنفسنا، إن الرغبة في الغير هي التي تحييني وتوجدني، وهي التي تخلصني من كراهية ذاتي. لا أكتشف أنني محبوب إلا بقدر ما يقول لي الغير اللي هو الآخر المحبوب، بقدر ما يقول لي ذلك ويطمئنني أني أقوم بدور العاشق، فأتوقف عن كراهية نفسي وأقبل أني أنا مقبول، في إنسان يحبني، أنا مقبول فعلا، أنا راح أحب نفسي وأحب عيوبي لأن في شخص يعترف لي بأنه يحبها وأنها جديرة بالمحبة وبالإعجاب. ترى هذا أمر مهم جدا ونقطة جديرة بالانتباه. من الفوائد اللي استفدتها صراحة من طرح ماريون إنها فرق تفريق جلي بين مصطلحين يحصل الخلط بينهما، اللي هو مصطلح الرغبة ومصطلح الحاجة. هل كل الحاجات هي رغبات ولا في فرق بين الحاجة والرغبة؟ شو يقول هني؟ يقول إن الحاجة أمر بيولوجي مثل الأكل والشرب وتتطلب الإشباع، أما الرغبة فأمر نفسي لا تبغي الإشباع اللحظي بل تتلذذ بالإحباط، تؤجل دائما تحقيق الرغبة عبر إعلائها في إبداعات رمزية تسعى إلى الاقتراب من الموضوع المثالي للرغبة من دون أن تبلغه. تكتفي الرغبة بالنقص الذي يقويها كي يدفعها دائما بعيدا في بحثها. ليس موضوع البحث هو الأهم في الرغبة بل مسلك البحث. وعلى هذا الأساس يعرف الحب كالآتي: إن الحب هو أن نعطي ما ليس لدينا إلى من لا يريده. يعني نسأل أنفسنا قبل أن نحب، هل نحن نمتلك الحب لنعطيه الآخر؟ لا طبعا. قبل أن يعرفنا الآخر ونعرفه، هل كان يريدنا؟ لا، ما كان يعرفنا. فهو هنا يقول إن الحب هو أن نعطي ما ليس لدينا إلى من لا يريده. فهو يرى أن الحب قضية رغبة في البداية والنهاية. بعدين هني مع استمرار في الطرح الفلسفي نفى ذلك، يقول أن الحب ليس هو فقط الرغبة بل هو أمر متجاوز للرغبة. أتمنى أن الكلام اللي أقوله واضح، يعني أنا قاعد أتكلم من يوم ما أدري إذا كلامي واضح والشرح واضح. عبد الله واضح ممتاز أكيد، إذا في شيء مو واضح عادي قاطعون. لا ممتاز واضح إنزين، أدري في ناس قاعدين يضحكون إنزين. إيه هني نقطة مهمة، إحنا ذكرنا أن ماريون هني ذكر قضية الحب من أول نظرة. هو شنو تفسيره لقضية الحب من أول نظرة؟ شو يقول؟
يقول إن السبب في خلق الحب من أول نظرة هو الرغبة في الحب. يعني دام الإنسان يرغب في الحب هو يقص على نفسه يقول هذا حب من أول نظرة. لا يا حبيبي، أنت ترغب في الحب، هي رغبة بالحب والاستعداد، لأن لا شيء يغرينا أكثر من فكرة أننا سنعيش قصة حب. هناك اعتقاد سائد مفاده أن ما يجلب السعادة هو الحب. هذا من الاقتباسات الجميلة، تفسير يعني جميل لقضية الحب من أول نظرة. بعدين هنا بعد كذلك شو يقول؟ يقول الرغبة ليست هي الحب فقط. بعدين هنا يطرح كلمة دائما يتبادلها المحبين، اللي هي كلمة أنا أحبك، وهو يحاول يفسرها. يقول شنو معنى أنا أحبك؟ أنا أحبك شنو يعني أنا أحبك؟ عنده تفسيرات يعني عجيبة غريبة صراحة. يقول أحيانا ليش ما نشوف كلمة أنا أحبك، ليش ما نشوفها نترجمها أني أنا أخاف من الوحدة؟ ليش نشوفها نعتقد أنها كلمة جميلة؟ أنا أحبك معناته أني أنا أخاف من الوحدة، أو معناها أني أنا تعودت عليك. مو بالضرورة معناها أن أنت يعني شيء خارق وشيء رائع. يقول أن كلمة أنا أحبك لها يعني معاني متعددة بتعدد الأفكار اللي ممكن ننتجها تجاه هذه الجملة. هني شيء جميل عندما يربط قضية الحب بالزمان. يعني شو يقول؟ يقول لا يصمد الحب أمام الزمن، إذ ينتقل من صرخة اللذة إلى الروتين الشاحب. لذا يقول أحد المفكرين قبل 10 أعوام كنت أقول لهذه المرأة، يقصد حبيبته، كنت أقول لهذه المرأة أن رغبتي الوحيدة هي الموت بين أحضانك، لكن بعد 5 سنوات أصبحت أشتاق إليها عندما تسافر، في حين أنني اليوم عندما أراها في الجانب الآخر من قارعة الطريق أكاد لا أتعرف عليها. فجملة جميلة صراحة يقولها هني، أن الزمن يمرر الحب والحب يمرر الزمن. بالنهاية الإنسان خلال دورة الزمن هو ينتهي ويموت، ولكن ما الذي يمرر هذا الزمن عليك وأنت عايش على قيد الحياة؟ الحب. ويرى أن الزمن كذلك هو الذي يمرر لك الحب، لأن الحب قضية مثل الموت، أنت لا تختارها، الموت لا تختار ساعة وفاتك، أنت لا تعلم، هو أمر يباغتك. فهذه يعني بعض التعويضات عن قبح الأفكار اللي طرحت في كتاب الفلاسفة والحب. مع هنا يعني بعد اقتباس جميل يقول عندما تبلغ سنا معينا، يعني إذا أنت كنت تحب وفي علاقة حب، يقول عندما تبلغ سنا معينا تصبح المفاجأة الوحيدة في الحب هي أنه لم تعد هنالك مفاجأة. يعني يقصد إن هنالك دائما شرارة ومثل النار تبتدئ بشرارة وتتوهج وتصل إلى ذروتها ومن ثم تنتهي إلى رماد، ولكن الحب لا ينتهي، هو أمر أبدي، ولكنه يأخذ يعني مثل الإنسان أطوار، يبدأ طفل ومن ثم شاب ومن ثم يكبر إلى أن يشيخ. نفس الشيء الحب يأخذ أطوار، أحيانا يتشكل إلى أن يكون نوع من أنواع الوفاء، يعني يتحول من حب إلى وفاء، نكتفي إلى هذا الشخص اللي في يوم من الأيام يعني كان بينكم مودة يعني منقطعة النظير. بعدين هني هو منافي للوكريس ومونتاني، يقول أن من الصعب بل من المستحيل أن نختزل الحب في الممارسة. يقول مستحيل هذا الأمر، لأنه هي أمر أسمى من ذلك، مثل ما ذكر أن الحب موجود في مرحلة الطفولة، وين قضية الممارسة؟ موجود في مراحل الحياة كلها. بعدين هنا شو يقول؟ يقول ما علاقة الجسد بالحب؟ هل يمكن أن نرغب، يعني هو يقصد الممارسة الجنسية والرغبة الجنسية، هل ممكن أن نرغب من دون حب؟ فعلا الإنسان أحيانا قد يكون لديه رغبة جنسية ما لها شغل في الحب، هذه نقطة. وكذلك ممكن أن نحب بلا رغبة، والدليل على ذلك الحب العذري وقصائد الحب العذري وما تم توثيقه من هذا الباب. وكذلك في الحب تجاه مثل ما قلنا فيلسوفيا، حب الحكمة، حب تجاه الأشياء، هو ليس يعني أمر متعلق. هني شو يقول؟ يقول إن الرغبة والحب ظاهرتان مختلفتان، قد يجتمعون في الشخص نفسه. أنت لما تحبه أوكي قد يكون لديك رغبة تجاهه، وبنفس الوقت أنت تحبه، بس لا تخلط، احذر تخلط بين الحب والرغبة. الحب شيء والرغبة شيء آخر، قد يجتمعان في الشخص اللي تحبه وقد لا يجتمعان. أكتفي بهذا القدر، وأفتح الباب للأسئلة وللمشاركات، وعذرا على الإطالة إذا كنت طولت،
وعذرا لاني شوي عصبت لان بعض الافكار ما عجبتني. وشكرا لكم. اللي عنده تعليق او عنده اضافه ممكن يعطيك أنا... العافيه عبد الله. شرح ممتاز سواء للكتاب او للكتاب. تعليقات 36 شلون؟ اللي عنده تعليق او مشاركه يا ريت تفضل. يلا تفضلوا. مرحبا اخوي عبد الله، كيف حالك؟ انا عندي تعليق لو سمحت. حياك الله طال عمرك، تفضل. شكرا اول، شكرا على الشرح. انا بس عندي 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 بعض الملاحظات. اولا على كتاب الفلاسفه والحب، تفضل. انت اعتقد يعني اولا اتمنى شوي يتسع صدرك لكلامي. في 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 مجموعه افكار تحتاج ربط. اولا الربط بين لوكريتيوس ومونتاني، واثنين الابيكوريه نفسها ومونتاني. بدايه هو حتى في تعريفات يعني تحتاج توضيح. واحد اللي هي الابيكوريه والرواقيه، اولا هما مدرستين مختلفات تماما. والابيكوريه رغم انه المصطلح نفسه شوه، وحتى اصطلاحا يعني حتى لغويا المصطلح قاموسيا شوه، يعني ابيكوري اصبحت كلمه يقصد بها اللذه تقريبا. بس هي حقيقه فلسفه ابيكور اكبر من كده. فلسفه ابيكور مش هي فلسفه جنسيه او 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 مشاعيه. فلسفه ابيكور فلسفه تحرريه، يعني خلينا نكون مش تحلليه ولكن تحرريه. فهو يتكلم عن ملذات كثيره. يعني انت لو تشوف سلم الاولويات عند ابيكور راح تلاحظ انه ابيكور ما يتكلم عن الفلسفه اللي. حتى في التصنيفات اللي انت ذكرت اللي انت ذكرتها اللي هي تصنيف اللذه، اللي هي تصنيف ما هو ضروري او يسميه هو طبيعي وما هو غير ضروري وما هو بين بيني، هو حتى اللذة الجنسية في الجزء الثالث. فأبيكور عنده مجموعة مبادئ تعتبر هي الأساس، اللي هي الصداقة، اللي هي الحرية، اللي هي التفكير. فأبيكور تقريبا يتحدث عن أنه دوافعنا تكون طبيعية، هذا هو اللي يتحدث عنه. أنه يتكلم أبيكور أنه تحقيق اللذات عموما، تحقيق اللذات هو 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 الطريق إلى الخير. وكان يرد على الرواقيين، كان يرد على زينون، وكان يرد على ماركوس أوريليوس، وكان يرد على مجموعة فلاسفة. أو مش ماركوس أوريليوس، أسف، ماركوس أوريليوس أتى بعدين. فالأبيقورية هذا واحد من النقاط اللي تحتاج توضيح. أولا ما هي الأبيقورية أصلا؟ اللي لوكريتيوس واحد منها. نعم لوكريتيوس عنده 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 تقريبا مفهوم حسي للحب. وهو حتى في كتاب الفلاسفة والحب هو يتكلم عن تعدد الحب. يعني في مقطع ربما أنت ما اقتبسته بشكل صحيح، اللي هو لما يتحدث ما تحدث عن تعدد العلاقات الجنسية، لكن تحدث عن تعدد الحب. بإمكانك ترجع للمقطع في الكتاب. أي بس الحب هو هذا كلام. أنا أحاول أرد على الكلام، يعني لأنه أنت أنا ممكن أقسم تعدد العلاقات الجنسية لأنه يعتزل الحب في العلاقة الجنسية. لوكريتيوس كان فيلسوف حسي، كان أبيقوري أكثر من كونه حسي. هم يتحدثوا دائما عن 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 فائدة الحواس عموما في الحياة الخيرة. فأنا بكمل مداخلتي وبعدين برجع إذا تحب نتكلم عن موضوع اللذة الحسيين. بعدين لوكريتيوس وهذه العلاقة بين لوكريتيوس، ولأنه واحد من أتباع المدرسة الأبيقورية. بعد هذا يجي مونتاني. ممكن أنا أختلف معك في كون مونتاني. انقطع الصوت عزيزي قيس، ترى المايك ميوت، ما ادري اذا انت اللي حطيته ميوت او ان احد. اسف انا حطيته اتوقع. اسف جات يدي علبه. فتجي نجي لمونتاني. مونتاني في الحقيقه يعني انا من الفلاسفه اللي احترمهم مونتاني، وعندي اسباب الخاصه لي. مونتاني ممكن الناس تنظر لي نظره غريبه لانه مونتاني شاد عن القواعد، قواعد الفلاسفه. مونتاني ممكن تشبهه بشخص غير مبالي او غير آبه بتصورات الناس. فواحده من قواعد مونتاني او واحده من اساسيات فكره مونتاني سواء في المقالات في المجلدات الثلاثة وكل أفكاره السابقة اللي كتبت عنه، هو صاحب فكرة بسيطة. هو يقول لك إنه ابتلاءاتنا هذه اللي نحن نحسها هي ببساطة سببها إن نحن نزدري كينونتين. هو يقول لك إنه محاولة شطر الناس إلى
لفكرة الروح وفكرة الجسد وفكرة أنه الروح أفضل من الجسد وأنه الجسد مهمش، وهذه النظرة المسيحية اللي بعدين المسيحية تقريبا تبنتها يعني. مونتاني يهاجم أصلا النظرة هذه يعني. مونتاني ببساطة يقول لك أنك إنه نحن نتوقف عن شرب عن 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 شن حروب على طبيعتنا الفيزيولوجية ببساطة، نتقبل أنفسنا يعني، نكون طبيعيين كبشر يعني، ما ينظر للشوف ما ينظر للأمور الحسية نظرة أخلاقية اجتماعية مثل ما نحن ننظر إليها خاصة في مجتمعاتنا الشرقية يعني. هو ما يشوف عليها ما يعني ما ينظر عليها على أنها عيوب، فهمتني؟ هو ما هو بالعكس، هو يقول أنه تجاهلها أصلاً، تجاهلها يعتبر تجاهل لقدر كبير من ماهيتنا الأصلية يعني. فيركز كثير على موضوع أنه كان يصف أشياء ممكن تعتبر قبيحة بالنسبة لنا يعني، لكن هو يعتقد أنه هذه القباحات الصغيرة تغاضي عنها سبب لكثير من التعاسين. فهو بالاختصار فيلسوف لا مبالي، وفيلسوف يتبع أسلوب صريح جدا في الشرح. رجل كان غني، رجل كان إقطاعي مشهور، الرجل كان يجلس يؤلف كل يوم تجي في باله خاطرة يكتبها، وصح يعني وكتابته حقيقة في المقالات. لو أنت رجعت للمقالات للأسف ما مترجمة، ولكن في لها النصوص الإنجليزية متوفرة، بإمكانك ترجع للمقالات. المقالات جدا بسيطة وجدا مختلفة تماما عن ممكن الفكرة اللي أنت تعتقد، مضحكة جدا يعني، مضحكة لدرجة مضحكة بسبب صراحة مونتاني الكبيرة. هو ببساطة ممكن أنت الحين يعني تجمع أو تربط بين مونتاني وبين الأبيقوريين وبين الرواقيين. فالأبيقوريين والرواقيين كانوا يعتقدوا أنك أنت ممكن تحقق سيادة على جسدك، والسيادة على جسدك سواء بإطلاقها أنت في عند الأبيقوريين أو بكبحها عند الرواقيين ممكن تكون سبب لسعادتك. مونتاني يعتقد العكس، مونتاني يعتقد أنه أنت بدون حساب لذاتك الفيزيولوجية والعاطفية سعادتك مستحيلة يعني. هي ببساطة يطلب منك أنك أنت تدخل كل العوامل هذه في حياتك. فهو فيلسوف، ما أقدر أقول أنه فيلسوف لدة، ولكنه فيلسوف يحاول يصل لهذه الدرجة من التوصف في الأشياء يعني. هو تعليقاته مضحكة دائما وعميقة جدا يعني. فهو لما يتكلم أنه حتى أعظم الملوك في العالم في الآخر يجلسوا على مؤخرات في مناسب، هذه العبارة هذه ببساطة فلسفة مونتاني، فلسفة جدا بسيطة. هو يركز أنك أنت ما تتجاهل الطباع الفيزيولوجية البسيطة في جسدك، ويعتقد أن الشر كله أصلا أنت لما تحاول تهمش طبيعة من طبيعة من 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 تهمش طبيعة واحدة على حساب طبيعة أخرى، خلينا نقول تهمش الطبيعة الروحية على حساب الطبيعة الجسدية، وتهمش الطبيعة الجسدية على حساب الطبيعة الروحية. هو يقول لك أنه الإنسان مش جسد صرف ولا روح صرف، هو شيء بين الشيئين. فهذا بالنسبه لمونتاني، ويعني هذه هي الابيقوريه والرواقيه والمدخل مونتاني. ليش مونتاني يعتبر مفصل بين الفلسفتين؟ اما موضوع الحب والعلاقه الجسديه والحسيه اعتقد هذا موضوع طويل جدا يعني، شائك طويل، والوجهات النظر فيه مختلفه جدا يعني. لكن اتوقع فلسفه مونتاني وفلسفه ابيقور فيها جزء من فيها جزء من التناول للطرح هذا، وفي طرح اكثر رومانسيه يعتبر واكثر مختلف تماما. ممكن انت اوردت جزء منه في الجزء الاخير من اخي قيس. صح اسمه قيس. تفضل عزيز. تفضل اسمه قيس. ونعم على المبارك، شكرا على المشاركه الجميله، الله يعطيك العافيه. وفعلا مثل ما ذكرت انا صراحه يعني محشومه بقور، انا كنت ما تكلمت عن طرح بقور، ممكن مرينا عليه مرورا، وحاولت ان انقل الموجود في كتاب الفلاسفه والحب يعني بصريح العباره. انا لم اذهب واقرا يعني كتاب لابي قور او مؤلفات ابي قور، انا نقلت ما كان موجودا في الكتاب. هذه النقطه الاولى. اما فيما يتعلق بمونتاني، صراحه ذكرت قبل ان اطرح مونتاني انني سوف اطرحه بذاتيه بعيدا عن الموضوعيه، لاني صراحه يعني الحس الاخلاقي شوي انجرح وانا اقرا يعني، اشمئزيت كثيرا يعني، لا من المصطلحات ولا من الامثله التي كانوا يسوقونها في الكتاب. فحاولت اني اطرح اللي الاهم الافكار اللي موجوده، وشكرا على الاضافه صراحه يعني، ذكرت اضافات جميله. هو في الاخر انا عن نفسي شخصيا جيت اسمعك انت، اسمع رايك الشخصي. وفي ملاحظه بسيطه فقط عن ايش اسمه، في ملاحظه بسيطه عن الكتاب نفسه الفلاسفه والحب يعني. هو للاسف ما هو الاجود يعني، ما هو الكتاب الافضل في الموضوع هذا يعني. الكتاب نفسه لغته ترجمته مش جيده كثير، والكتاب نفسه لغته اللي مكتوبه لغه اكاديميه كثير، الشخصين اللي الفوه اكاديميين. فممكن هي
هي لو تلاحظ هم صحفيين، واعتقد اللغه صحفيه ليست لغه يعني ادبيه او لغه متعمقه جدا. هم 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 اكاديميين عزيزي، هم اكاديميين. بامكانك ترجع تقرا عن المؤلفين الكتابين. انا الكتاب هذا شدني فتره من الفترات وحاولت اقرا، وبعدين حقيقه يعني مليت منه يعني، لانه كانت لغته يعني ما كان الكتاب الاجود في في في, في ما كان الكتاب الاجود في المجال هذا، لانه كتاب جاف كان يعني. انت تتكلم عن موضوع مثل موضوع الحب وتتكلم بطريقه يعني معقلنه، والعباره بسيطه جدا او الفكره بسيطه جدا يعني. الحب شعور يرفض العقلانيه يعني، وخلينا نقول الحب عاده عاطفه يعني، تمتلك لغه مختلفه عن لغه القلب يعني. لهذا اصلا كان الكتاب عندي مؤاخذات اصلا على الكتاب. الكتاب يعتبر انا عن نفسي شخصيا ما حبيته كثير يعني، لكنه كتاب في الموضوع يعني، كتاب ممكن يكون زاخر بالمعلومات يعني. تفضل. شكرا جزيلا. احد عنده يا جماعه تعليق ولا اضافه ولا مداخله؟ اخونا داود تفضل، انفض عن كاهلك الكسل. زين، احد عنده مشاركه ولا انا عندي مجموعه من الاسئله ممكن يكون الحوار حوله؟ عندي سؤال بس لو تسمح لي استاذ عبد الله. تفضل عبد العزيز، حياك الله. الله يحييك. هل تعتقد انت برايك وبراي الحضور، هل الحب مثل ما يقولون يصل الى مرحله احتياج او اعتماد كلي على الحبيب لحبيبته او العشيق لمعشوقته، كاعتماد الطفل لامه على سبيل المثال؟ فنرى في اللغة الإنجليزية مثلاً مصطلح codependency اللي هو الاعتماد الكلي، أن هذا الشخص لا يستطيع أن يعيش أو أن يقوم حتى بممارسة حياته اليومية بدون هذا الشخص في حياته أو هذا الشخص بمعيته. فأبي أسمع رأيك بهالموضوع إذا ممكن. طبعاً هي وجهة نظر، ممكن أفتح المجال كذلك للشباب اللي إذا حد عنده وجهة نظر تجاه الموضوع. هو احتياج المحب للمحبوب فعلا هو احتياج قوي جدا، ولكنه لا يشبه باحتياج الطفل للأم، لأن الطفل ممكن لأن لقصر يعني خلنا نقدر نقول قلة معرفته بالحياة واحتياجه الدائم في كل أموره للأم أو للرعاية من قبل الراعي الذي يرعى الطفل، بينما المحب هو على الأقل يحتاج وجود المحبوب في حياته ولو لم يكن يعني يقدم له الشيء الكثير. لذلك أحيانا نجد أنواع من الحب يعني يسمونها الحب من طرف واحد أو غيره، أو مثل ما ذكر لوكريس مجموعة من الصفات المتخيلة، وتبقى يعني هو يتخيل مجموعة من الصفات ويتوقعها أو يحبها وهو متخيلها غير موجودة، بس إنه يحتاج الحب. ولو نظرنا صراحة يعني لقضية الحب، أنا أشوف أن أمر مثل ما ذكر، أنا ذكرت كتاب ظاهرة الحب ست التأملات لجان لوك ماريون، هو يرى أن الحب قضية وجودية، قضية وجودية، لأنك مهما حاولت أنك تلف يمين يسار مهما سويت بالنهاية أنت تقوم بذلك لمن؟ لمن؟ ما هي الجدوى؟ ما الجدوى من ذلك؟ بالنهاية إذا ما كان هنالك علاقة حب لن يكون هنالك جدوى من الحياة بشكل عام. هذه وجهة نظره هو، وأنا صراحة يعني أميل إليها نوعا ما. وهي تختلف القضية بين شخص يأخذ يتناول الحب أو يتناول الحياة بعقلانية لربما أنه ينظر خلاف ذلك، وشخص ينظر بالعاطفية ربما يعني يميل للعاطفة أكثر. ممكن نسمع آراء الشباب أو الأعضاء النادي إذا أحد عنده مشاركة. أنا صراحة يعني من الكلام الكثير اللي موجود أأسف صراحة على أن يتم اختزال الحب في الرغبة الجنسية، لأن البعض يرى أن الحب ممارسة، وهو يعني لا شك أن الحب يجعل من الإنسان يتمنى أن يشارك محبوبه كل شيء، حتى يعني جسده أفكاره مشاعره، ولكن ما يصير أن نختزل هذه العلاقة السامية والراقية التي تهذب النفس، لأن سبحان الله الإنسان عندما يقع في الحب تتهذب نفسه ويهتم حتى بجسده، يهتم بنظافة جسده، يهتم بشكله. ليش؟ لأنه يحاول أن يظهر بأجمل صورة للمحبوب، أجمل صورة لديه. فعلاقة الحب تساعد على الارتقاء. لذلك نجد أن علاقة بعض من المتزاهدين أو المتصوفين العلاقة الإلهية يسمونها بعلاقة المحبة، لأنه أمر ارتقاء روحي يسمو بالروح،
يطهرها، يجعلها تنظر للحياة. البعض يرى يقول بأن الإنسان عندما يحب يولد من جديد، يولد بوعي مختلف، يولد بمشاعر مختلفة، يولد بانفتاح أكبر على الحياة. أحد عنده مشاركة يا أخو؟ الحب؟ لا، خل داود يخلص بعدين أنا. يلا تفضل داود. دام فضلك، في صوت؟ نعم، حياك الله، ساعة مبارك، اشتقنا لك يا ولد. حبيبي ساعتك أبرك حبيبي. أنا بس بحاول أختصر، لأن إذا بسولف بقعد أفصل بسولف وايد. أول شيء يعني في كذا ملاحظة. شفتك مهندسنا الحبيب عبد الله لما قعد تجيب مفردة ممارسة الجنس أو ممارسة الحب، قاعد تكرم المستمعين. يعني أنا ما أدري، هو يعني الممارسة هذه ممارسة إنسانية طبيعية، فما أدري ليش يصير فيها استنكاف إن الواحد يتحرج أو يكرم السامع. يعني لولاها إحنا ما وجدنا، يعني عادي، حالة بشرية طبيعية. هذه شغلة الأولى. الشغلة الثانية، ذكرت على في أحد الفلاسفة ما أدري منو كان يوم تكلم على صفات المحبوب، يعني هل المحبوب هذا هو الوحيد في الكون؟ يعني ما راح نحصل الصفات هذه موجودة إلا في هذا الحبيب بالنسبة حق اللي يتعلقون بالحب. هو كان منتقد لهذه الكلمة. هذا لوكريس. لوكريسي هي في شغلة بالنسبة حق صفات المحبوب. سلافوي جيجيك، فيلسوف سلوفاني أو سلوفيكي، شنو يقول؟ يقول if you have reasons to love someone you don't love them. يعني إذا عندك أسباب أنك تحب شخص، إذا أنت ما تحب. فإذا يعني في إذا في شخص مثلا متعلق في شخص، أو يقول لك أنا أحب هذا الشخص لأن في صفات مثلا النبل الشجاع، أنت تحب الصفات، أنت ما تحب الشخص لذاته. أنت حبك لصفات هذا الشخص، مجرد أن تنتفي هذه الصفة ستتحول إلى وحش كاسر. وهني تيجي خطورة الحب. خطورة الحب وين؟ أن هذا الشخص عنده ذهنية، يعني هذا الباحث عن الحب عنده ذهنية أنه محتاج، عنده رغبة في هذا الحب، فطبيعي أنه راح يحط صفات معينة للحبيب اللي شاركه. مجرد أن تنتفي صفة من هذه الصفات، زين، سيسعى لتدميره، لأنه يعني دخله أو يعني حس في خيبة أمل أنه ضيع مثلا هالمشاعر وهالوقت وهذا، فممكن يدمره، يصير وحش كاسر. وهني خطورة الحب. الشغلة الثالثة اللي هي بالنسبة حق موضوع بشكل عام، يعني الكتاب يتكلم يتحدث عن الحب، يعني واضح من لغة الكتاب يتحدث عن الحب بين الطرفين، بين الذكر والأنثى. ما كان يتكلم على مفهوم الحب الكامل بما هو حب. وبعض الردود اللي ردت على الكتاب كانت تتكلم على منظومة الحب بشكل كامل، وهذا يعني ما بيقول مو انصاف، بس انه يعني مو ذات الموضوع. احنا ما قاعد نتكلم في ذات الموضوع، يعني احنا مو on the same track يعني، لان في فرق بين الحب كمنظومة كاملة، وفي فرق بين الحب كعلاقة بين شخصين، بين ذكر وانثى. والكتاب يعني محدد بين الذكر والأنثى، يعني هذا كان توجه تفسير الحب. ولوني عن حقيقة الحب، معلش أنا بس يعني أخاف أخذ وقتكم، فإذا لا تفضل داود بعدين ننتقل. يلا أحاول أختصر كثر ما أقدر. لما بيتكلم على حقيقة الحب أو ماهية الحب، شوف الإنسان يعني نفكك هذه العلاقة بين الذكر والأنثى، بخصوص الذكر والأنثى، هذه العلاقة الثنائية، ما أتكلم كمنظومة حب كاملة. شنو طبيعة هذه العلاقة؟ هل الحب هو اللي حاكم ولا في شيء آخر حاكم؟ إحنا لو نشوف مثلا، نتكلم على مثلا ملحمة قلقامش سبيل المثال، يعني أنا ما راح أخوض فيها وايد، بس قلقامش وقصتها، ولما ما تنكيد وقاعد يدور ونبتة الخلود وضاعت منه وشلون طريقة الخلود، يعني كان باحث عن الخلود بعد ما طرح أول سؤال وجودي اللي هو لماذا الموت. فتوصل إلى بالنهاية إلى نتيجة أن الطريقة الوحيدة للخلود، الليجاسي، الإرث الجيد أو السمعة الحسنة اللي يتركها، هي اللي ممكن تخلدنا. الإنسان لا يمكن أن يخلد، يا من قهر عباده بالموت والفناء، فالإنسان لا يمكن أن يخلد. وهذه معضلة غريزة الحب البقاء والخلود، موجودة عند كل البشر، بس الله قهرها. زين. والشغلة الثانية اللي هي التناسل، إنه يصير عنده عيال يشيلون اسمه. أنت تشوف في وايد ناس بيقولك بتزوج
لو يلا وايد بنات يمكن يتضايق مع ان البنات خير ونعمه وبركه ورزق المهم، بس يقول لك ابي ولد يشيل اسمي، دائما عنده هذا الهاجس عند بولد يشيل اسمي. ليش؟ لانه هو يرى انه سيخلد من خلال هذا الابن الذكر، والمثل الشعبي اللي يقول اللي خلف ما مات، فهو يبي يحاول يوصل لهالمرحله ان لا يموت. زين، شنو علاقه الكلام بالحب؟ البحث عن العلاقه، الطرف الاخر هو بحث عن الموجد لهذه الحياه. انا بروحي كذكر انا ما راح اقدر انجب ابناء، لازم هي علاقه ثنائيه، فهي بحث الموجد اللي هي الانثى اساس ان اخلد من خلالها من خلال الابناء. فاساس العلاقه هني، ويعني بدافعين، بدافع غريزه الخلود زين او البحث عن الخلود، هذه غريزه موجوده عند البشر. يعني حتى ادم لما الله ابليس بيغوي قال له شجره الخلد، ما قال له شجره المال، ما قال له شجره whatever، يعني قال له شجره الخلد، يعني انك تخلد اذا كليت منها. فهذه غريزه فيه. الشغله الثانيه حب الرئاسه، يشيب ابن ادم وتشيب معه خصلتان، طول الامل وحب الرئاسه وممارسه هذا علاقتهم الابويه في في المنظومة الأسرية، هي صورة من صور الرئاسة شئنا أم أبينا. فإحنا كل ممارساتنا لما نسميه بحب هو ليس حب، هي ممارسة أنانية عن طريق حب، أنا قلتهم دواء دافعها غريزة الخلود وحب الرئاسة لا شيء آخر. وهني أتذكر مقولة حق، طبعا هالشيء ما يصير إلا عن طريق ممارسة الجنس، يعني ما في أحد بيلقح بالهواء. وهني أتذكر مقولة حق الكاتب المسرحي أوسكار وايلد الإنجليزي، شنو يقول؟ يقول everything in the world is about sex except sex is about power. فإذا ممارسة الإنسان لهذه الأشياء مو بدافع الحب ولكن بدافع السلطة، وهذا اللي حركه. بس أنا شنو أقول؟ أقول إن الحب بالعلاقة الثنائية هو وهم يعني في أرسطو أو أرسطو، كان أرسطو وسقراط اللي يقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن في بعض الفلاسفة يقولون الإنسان حيوان متوهم. هو عنده اللي يميز الإنسان، آسف يعني بعض الفلاسفة يقولون أو بعض المتكلمين يقولون اللي يميز الإنسان عن الحيوان هو عامل النطق، ولكن البعض يقول الإنسان لا، اللي يميزه هو الوهم، كائن متوهم. فهو يتوهم أن هذه العلاقة مبنية على الحب، مبنية على العشق وهالعاطفة الجياشة. لا لا، هو مو مبنية على هالشيء. أنت قاعد تمارس من حيث تعلم أو لا تعلم الرئاسة وسلطة والبحث عن الخلود في هذه العلاقة، بس تسميها حب. زين، شنو الحل؟ شنو الحل؟ الحل أنك يعني تكون واعي حق على هالشغلة، ولا تستنكف من المشاعر البدائية اللي فيك كإنسان. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية أن يكون هدف العلاقة المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ليش؟ لأن الحب مثل ما قلت أول مرة ممكن يعني يحول الإنسان إلى وحش كاسر، ويحوله إلى يعني قوة انتقامية، وممكن تتكون من خلال حرب. بس المودة والرحمة، بخصوص الرحمة، لا يمكن أبدا أن تتحول إلى قوة انتقامية وقوة شر. وفي حكي زايد بس انا بختصر لهني، ويعطيكم العافيه. يعطيك العافيه داود. بس انا برد عليك ثلاث نقاط باساس ننتقل عندنا سلمان مرجوق ابو داود كذلك عنده مشاركه، واختنا مريم تشارك قبل. بس عندي ثلاث نقاط. والنقطه الاولى لما قلت مكرم السامع، لاني فعلا كثير اشياء موجوده في الحياه وفي الوجود ليس مكانها، يعني انت يجب ان تضعها في مكانها، او هي طبيعيه في موضعها وفي مكانها، وليست يعني طبيعي عندما ناخذها في مكان الى مكان اخر. لا والله، نقول يعني محشومين، لان كان ودنا نحن في شيء افضل او خيار افضل. هو امر طبيعي، نعم لا شك في ذلك انه امر طبيعي، ولكن مكانه ليس هنا. ولكن احنا نتكلم عنه، بما اننا نتكلم عنه انا قلت محشومين، لاني اعز الجميع واقدرهم واحشمهم. هذه نقطه. اما فيما يتعلق بان انا اختلف معاك داود في نقطه، انا اشوف ان الحب عندما يكون متعلق بالصفات فانت تحب الصفات لا تحب المحبوب. يعني على سبيل المثال، اذا كنت تحب الجمال، فاذا كان محبوبك جميل وشفت لك شخص اخر اكثر جمالا منه، فاذا انت لا تحب محبوبك، راح تروح تبحث عن الصفه اللي انت تبحث عنها، فهذا مو حب. اذا انا كنت احب الصفات، هذه وجهه نظري. قد يعني انا عجبني جدا ربطك بقضيه الخلود. فعلا ممكن ان يعني انا اشوف في الحب امر الهي،
يعني قد يكون احيانا البحث عن الحب هو البحث عن الاطمئنان، والاطمئنان لا يكون الا امر يعني قد يهبه الله سبحانه وتعالى للمخلوق. ممكن يكون فعلا انا عجبني جدا ربطك لقضيه الحب الخلود. انا ودي ما ودي اطول اساس كذلك بنسمع اختنا مريم بعدين سلمان. تفضلي مريم. يعطيكم العافيه. اول شيء انا بس ابرد على داود بموضوع بسيط وبعدين بتكلم عن نقطتي بشكل سريع. اول شيء ترى في فرق، يعني انا بوجهه نظري طبعا اكيد في فرق بين الموده والرحمه والحب. الحب هو اسمى واعظم شيء في الوجود، هو اعظم شعور. والحب ترى نعمة مو كل إنسان يعيشها، يعني في ناس تعيش على الأرض عمرها كله ما تلتقي في المحبوب، يعني من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان المحبوب الحب والحبيب. بخصوص يعني أفكار الفلاسفة عن الحب، مثل ما قالت بسمة في التعليق أن المفروض تجارب الفلاسفة في الحب، طبعا أنا أأيدها لأن هم يعني هم قاعد يتكلمون عن تجاربهم. لكن أنا أتأسف طبعا مع احترامي لكل الأفكار الموجودة وكل الفلاسفة أن هذه الأفكار قاعدة تورد وتصبح منهج وتتخذ من قبل الناس، فتصير في ناس تأيدها وفي ناس تصدقها ليومنا هذا بطرق وأشكال مختلفة. يعني مثلا كأنها منهج، راحت الفكرة في بالي. إيه بخصوص كلام صالح أن العقل العربي هو يعني اللي يحب، أنا سمعت مرة مقابلة حق دكتور طارق الحبيب، ومقابلة يمكن من 5 سنين، ذكر من ذكر من مراحل الحب اللي هي العلاقة الجسدية، يعني من مراحل الحب، مو نوع من أنواع الحب، هي من مراحل الحب، الإعجاب والحب بعدين العشق بعدين الهيام بعدين تصير العلاقة الجسدية. فأعتقد هذا حتى الفكرة واصلة عندنا كعرب، أو ممكن الدكتور طارق متبنيها من الفكر الغربي. وأخوي عبد الله أو انجينير عبد الله يعطيك العافية، طرحك جدا جميل، شكرا. شكرا مريم يعطيك العافية. أنا أستذكر مقولة لجلال الدين الرومي يقول إذا فاتك أن تكون محبوبا فلا يفوتك أن تكون يعني محبا. هذه مقولة عجبتني صراحة. بس في نقطة مهمة نقلها داود بالشات، الحب الحقيقي لله في القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. فعلا حقيقة، يعني أحيانا قد يصل الحب الإنسان إلى مرتبة يضع المخلوق يعني في مكان مثل ما قال لوكريس يصبح معبودا. يعني ففعلا القلب حرم الله. تفضل أخونا أبو داود سلمان، سعداء بوجودك. السلام عليكم. الله يسلمك. أنا سعد والله يا أبو علي، ما قصرت، شرحك وافي وجميل، والحمد لله الصوت كله كان واضح، ما صار الله في تقطيع ولا أي شيء، واستمتعنا والله بالمحاضرة يا أبو علي، وكان شيء جميل جدا. وأنا والله ما عندي لا مناقشة ولا تفسير، لكن عندي كذا نقطة أنت مريت عليها وعجبتني وحبيت أني أسولف فيها شوية. الأولى يا طول عمر اللي يوم تقول شو اسمه اللي يقول الفيلسوف، أظن الأول أول واحد سولفتي أو الثاني، اللي يقول تجنب شرك الحب أسهل من التخلص من الوقوع فيه أو شيء كذي. صحيح. تجنب شرك الحب، هذا طال عمرك يعني احنا عندنا الشعر العامي والفصيح امثله كثيره على الموضوع هذا بالذات، اللي يقول يا ليت لو القلب موجه وتغيير وما صفت موجه الموجه نغير، الحب يا اهل الحب قسمه وتقدير، ما ظني فيه احد بحبه تخير، اي ان الواحد ما يختار انه يدش في الحب عشان يتجنبه بالاساس. واللي يقول يا ليتني لو قدرت، يا ليتني لا بغيت اكره قدرت اكره، ما كان قلبي اللي اجيت اكرهك عين. فالواحد ما هو كيف الموضوع، ما هو باختياري. ويقول حمد السعيد أحبك ولا تسأل حبيبي عن الأسباب، أنا لو أعرف أسباب حبك قدرت أمحي. فهني ودهم يتخلصون، لكن النقطة اللي متفق عليها أن اختيار الحب أو تجنب شرك الحب ما هو اختياري، الحب يأتي على ما قالوا شيء لا إرادي، هذا هو النقطة. والثاني اللي يوم يقول صار في قصف متبادل، أنا لاحظت يعني بين الفلاسفة
في واحد كان من التعاهد ولا واحد واحد يعني واحد الحين النساء واحد والرجال واحد. الأول يوم يقول اسمه اللي قال أعقل أو نساء العالم أو أكثرهم ثقافة لا تقبل أن تبدل جمال ساقيها بعقل أرسطو. بعقل سقراط. يعني سقراط. فهذه يعني تعتبر قصف جبهة على ما قالوا، لأن فعلًا يعني حتى لو تقبل واحدة راح ندري من باب الكبر، ما هو من مقتنع يعني. فهذه تعتبر ضربة قوية بجبهة النساء خلينا نقول. لكن في واحد في المقابل رد عليه اللي أنت قلت عنه، قال إن الرجل ناقص حتى يجد امرأة أو تأتيه امرأة أو يرتبط في امرأة. فهذا كلام أنا ما أخذه مطلق، لأن حتى كلامه عليه دلائل عندنا. يعني آدم لو كان مكتفي بنفسه ما خلق الله حول، عرفت؟ فسبحان الله يعني فعلًا كأن كلامه يعني في أشياء تدعمه كثيرة. أنا ما قاعد أدخل على كلامه بروحه، في أشياء تدعمه كثيرة عندنا. يعني لو آدم مكتفي بنفسه ما خلق الله حول، وفعلًا نعرف إنه خلقها من ضلعة، فيعتبر ناقص طالما هذه مخلوقة من ضلعة، فهو نقص ضلع وهذه كملته إذا التقى فيها. فشفت الملاكمة هذه يعني، شوف ضربة قاضية هني وضربة قاضية هني، والنتيجة تعادل واحد واحد. الله يعطيك العافية وما قصروا الشباب، وكلنا ندلة بدلوة وأبدع بصراحة وما قصروا. صح نبي إذا في أبيات عندك لك يا ولد عن الحب عطنا. لا هذه طال عمرك إن شاء الله لها مجالها آخر، لكن هني لها مجال آخر. هذه دام عن فلاسفة وحب، لأني فيلسوف وإن شاء الله لها غير هالمكان إن شاء الله. حياك الله بدر، شكرا لك. الله يحييك. الحين زين؟ اي بس ممتاز الحين، تفضل. دام فضلك. الله يعطيك العافيه يا ابو علي، وشرحك وافي والله يعطيهم على المشاركه. الله يعطيهم العافيه على المشاركه. عندي استفسار. احنا فهمنا الحب، فهمنا فكره الحب، وفهمنا منظومه الحب كامله والحب اللي بين الطرفين، لكن شلون تعرف انك تحب؟ انا اذا يعني شنو علامات او دلالات او ايه الحب؟ شلون افهم، شلون اعرف اني انا احب؟ الحين احنا قلنا ان الحب درجات، الحب يوصل الى الهيام، الحب يوصل الى الاحتياج الى الطرف الاخر والاشياء هذه كلها. هل في دلالات واضحه، دلالات يعني ثابته تختلف من حاله الى حاله او من شخص الى شخص او احتياج الى احتياج؟ مشاركه للجميع ان شاء الله. حلو عبد الله، عندك بجاوب على عبد الله، بجاوب عليه السؤال اللي تو. مراحل الحب يا عبد الله ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى الإعجاب، والإعجاب يحدث بين كل، يعني يحدث في كل الأوقات. أنا معجب بالشكل بالصوت، وهذا أمر طبيعي. أنا فاهم. المرحلة صديقي صالح، أنا فاهم. ما قاطعك، أنا فاهم. المرحلة الثانية لكن... لا عفوا. شلون تعرف إنك؟ أنا أوضح لك. إيه أنا بوصل لك للنقطة هذه. المرحلة الثانية اسمها الوجدان. إيه نعم. الوجدان انك تفكر بالطرف الاخر. اذا وصلت للمرحله هذه انت في مرحله الوجدان. اذا الطرف الاخر، شوف لحظه على اساس تعطيني فرصه اكمل معك هذه. اذا الطرف الاخر موجود وتثار هذه المشاعر، معناه اعجاب، وهذا طبيعي يحدث بين البشر. لكن اذا غاب الشخص ولازلت تتفكر فيه، هذا وجدان، مرحله ثانيه من الحب. المرحله الثالثه اللي هي التوحد عميقة، انك تشوف الدنيا بعيونها. انت في هذه المرحلة يا عبد الله، او اي واحد يصل مرحلة الوجدان، يجب ان يتأكد ان الطرف الثاني بنفس الحالة بالوجدان. اذا كان بالاعجاب المرحلة الاولى، في مشكلة كبيرة تحدث وممكن ينقلب الى صراع، ممكن يصير الى انواع الابتزاز اللي قاعد يصير في الحب، واللي قاعد نشوفه يشوفون الناس بسبب انه ما حد يعرف وين هو في أي مرحلة الحب. يعني أنا عايش في الحب مرحلة الوجدان، وهو أو هي عايشة في مرحلة الإعجاب. لازم يكون تدريجيا النزول بهذه المراحل. المبادرة تكون من الرجل. الله يعطيك. إذا أنت بالإعجاب ادخل على طول، بادر الخطوة الزواج. أخ صالح، صديقي صالح، أنا ما أقول لك إن أنا الآن أحب، لا هو سؤال عن محتوى مو انا، لا احب. الله يعطيك العافيه جميعا. عبد الله الشفيعي، هم يقولون قلب المؤمن دليل، وانا اقول قلب المحب دليل. صدقني ان اول علامه للشخص عندما يقع في الحب هو يستشعر ذلك ويدرك ذلك تماما. هذا يعني فيما يخص النقطه هذه. اختنا مريم كانت تقول اذا في، انا في ابيات يعني كتبتها عن الحب سابقا،
طبعا فيه نظرية الكوجيت والديكارتي، مرة كنا نتكلم عن ديكارت والمقولة أنا أفكر إذا أنا موجود. أنا حاولت أني أقلبها نوعا ما وأجعل الحب محور الوجود، هي أبيات يعني بالشعر الشعبي أقول ما أدري ضاري عنده مشاركة ولا ممتاز حلو. أقول أنا الشيطان الرجيم، يقول اللي صنع معك ذكرى ما يعرف الملل، تكفيه ذكراك يسعد ما يحوشه الندم، وإذا شعر بالسلو يلجأ الوقف الطلل، تستدعي الذكريات الموغلة في القدم، أنا أفكر أنا موجود فيها خلل، أنا أحبك إذا موجود ضد العدم. سلامتكم، تفضل ضاري. دم فضلك أخوي عبد الله، يعطيك العافية. مشكور، موضوع اليوم فعلا كان شيق وكل آراءكم صراحة حلوة وجميلة. وأعتقد أن أنتم يعني لاحظتوا أن عندك الأدباء والشعراء والفلاسفة كلهم اهتموا بالحب وتكلموا عنه وايد، ولكن حاليا احنا حالي عندنا منهج جديد عن الحب ما حد درسه ولا حد اهتم فيه، اللي هو مفهوم العلم عن الحب. العلم شنو يقول؟ يعني في كتاب أصدر سنة 2005 عن الكاتبة عالمة الأنثروبولوجيا هيلين فيشر، تقول لك مثل ما عبد الله توسأل شنو هي أعراض الحب، أعراض الحب على الدماغ هي نفس أعراض الإدمان بالضبط، هو ارتفاع هرمون الدوبامين ويرافقه بعدين ارتفاع هرمونات التستيرون ويرافقه بعدين ارتفاع هرمون سيروتونين بالضبط نفس الإدمان. وأنا متأكد أن هذا الموضوع يعني ما يعجب كل المستمعين وما يعجبني حتى أنا، إحنا بالنسبة لنا عندنا الحب أرقى وأفضل من كذي، مو مجرد إدمان وهرمونات وأحاسيس أنا ما أتحكم فيها بهذه الطريقة. أنا متأكد أن هذا الشيء ما يعجب الكل، عشان كذي حتى عندك الشاعر الإنجليزي جون كيتس شنو قال على إسحاق نيوتن؟ قال إن إسحاق نيوتن دمر القوس قزح لما فسره، القوس قزح كان سر جماله هو غموضه، وقال كلمة حلوة قال do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy، ألا يختفي كل السحر في لمسة الفلسفة الباردة. العلم نفس الشيء، هو الحين الفلسفة الحديثة، فهو فعلا لما يلمس الحب يدمره، تشوفه يفككه بطريقة بللك يا أنه مجرد هرمونات. فأعتقد من الأفضل أن يتم الحب غامض عشان نظلمه ويصير فيه بهذه الطريقة. وبس، يعطيكم العافية. دائما مميز ضاري، الله يعطيك العافية، كنت متشوق لاستماع إضافتك، يعطيك العافية. هو فعلا يعني الحب نوع من أنواع الإدمان تجاه شخص. منو بعد كان عنده مشاركة؟ أعتقد بالشات. أحد حاب يضيف شيء يا جماعة؟ ولا أنا أكتفي بهذا القدر؟ إيه أنا بس لأن كتبت اسمه. إيه تفضل. مداخلة. إيه بالنسبة للشعر يعني ما أدري منو قال ختموا لنا بيت شعر. أنا بس على طاري الشعر دام فضلك، على طاري الشعر يعني في كلمة تقال، يعني أنا سامح من أحد الأشخاص الشعراء العرب. أول شيء في صوت ولا قاعد أسولف مع برو مع نفسي؟ واضح صوت. أوكي حلو. زين، الشعراء مثل قيس على عنتر على الشعراء اللي نشوفهم اللي موجودين، بس يعني قلتهم متقدمين ومتأخرين منهم، لو ظفر كل محب بحبيبته زي لما كتب الشعر. الشعر هو حالة وجد، حالة فقدان لهذا الشخص، والله لو ظفر بها كان يعني اشتغل بأمر آخر. يعني أنا ما أبي أقول، إذا قلت راح يعني عبد الله راح يقول لي كرم السامعين زين بس مفهوم يعني، لأن ما راح يكتب شعر بعد، يعني ليش يكتب شعر؟ خلاص هو ظفر بها، هو ما تكلم وقال وسوى الملحمة السردية الطق والكفخ فيها إلا بالنهاية، بس عشان بيوصل عشان بوسة، ترى بالنهاية بوسة هي إيه، ثواني معدودة. إنسان كان متوهم، هالثواني المعدودة خلته يتوهم إنه هو مندمر على آخر. وفي شغلة ثانية،
اللي هي هذه سالفة البحث. شوف الإنسان يحب حالة الجد، يعني الجد بمعنى المثابرة على الشيء، البحث على الشيء. هو ما يحب الوتيرة الروتينية البطيئة البايخة أو السهلة، ويحب الصعب. فتلاقيه دائما أنا ليش على طاري الحب، بما أن الإنسان كائن متوهم وكائن مندهش أيضا، فهو دائما يندهش باللحظة الأولى. بس إذا اندهش وما وصل لباعث الدهشة سيحارب للوصول، وبمجرد الوصول يصير بطيء، كل شيء يوقف. ليش؟ لأنه وصل خلاص انتهى، ويصير يعني مرتاح وعنده كرش ومعاش ويتقاعد وأموره طيبة. بس لو ظل مندهش، هو هذه سالفة اللي يتكلم عن الحب، أنا أسميها يعني إذا كانت علاقة صجية أنا أسميها مودة ورحمة. إذا تبيها تستمر لازم هذه حالة الدهشة تكون موجودة، أنت ما يصير توصل حق كل شيء مكشوف. الحين أنا لو أعطيك قصر في 100 باب أقول لك 99 باب روح اسرح وامرح على كيفك فيهم، بس باب واحد لدشة ما راح تشوف إلا هالباب، وراح تلاحق وراح تسعى بس توصل هالباب. يا جماعة الجنة كم شيارة فيها؟ نخل، كاربس، تين، ما عد وخربط شيار. يوم الله منعه من الشيارة هذه اللي إبليس غوا على هالشيارة، ترى ما شاف غيرها، انتهى خلاص أنا أبي هالشيارة. فهو هذه حالة اللي تشوف الإنسان عنده وجده بيوصل حق الحبيب، ويعني ما كب هالبلد إلا هالولد، وأنا من عمي. ترى بالنهاية لأنه مو قادر يوصل له، مجرد لما يوصل له يعني قيس لو واصل حق عبلة صدقني راح يدور على نجاة بعدها، يعني خلاص هو وصل حق عبلة، يعني موضوع منتهي بالنسبة له، ولا كتب شعر ولا سوالنا هاللوية كلها. فهو الموضوع مو حب يعني، هو يحب المعاناة، هو يحب يدش هذا في عامل المعاناة وعامل البحث والحكي هذا وبس. بعد ما بيخربط زيادة، يعطيكم العافية. حلو خلني بس داود في نقطتين فيما يتعلق بالشعر العربي. كانوا في مقولة معروفة ودارجة قديمة يقولون إذا نكح الحب فسد، إذا نكح الحب فسد. ولذلك كانوا يتجنبون مواقعة يعني الحبيبة، هذه نقطة. أما فيما يتعلق بكون الإنسان كائن متوهم، أنا أشوف أن كل إحنا في مثل يقول كلنا يجر القرص صوب جاله، يعني كل أصحاب تخصص يحاولون يصنفون الإنسان، يعني الأخلاقيين قالوا أن الإنسان كائن أو مخلوق أخلاقي، هذا ما يميز عن الحيوان. نفس الشيء اللغويين قالوا لا لا لا، الإنسان هو مخلوق لغوي يتميز عن بقية الكائنات باللغة، بملكة اللغة. وهل مجرد يعني ضفت للمجموعة هذه كائن متوهم، وفيه اللي يقول لك حيوان ناطق. حيوان ناطق يعني يجيد اللغة أو يميز عن بقية الكائنات اللغة التي يمارسها. أنا يعني أوافق ولا أوافق كل ما قلته صراحة، لأن أنا أشوف إن مثل ما قلنا في المحاضرة إن هنالك أطوار، يعني مثل الإنسان لما يبدأ طفل ويعيش الحياة ويتكون له أطوار وأشكال وتمظهرات متعددة، له شكل وهو شايب، له شكل وهو طفل، له شكل وهو شاب. نفس الشيء الحب، أعتقد أن له مظهر في حال غياب المحبوب، وله مظهر آخر في حال وجود المحبوب، وله مظهر آخر يعني مثل ما كنا يعني واحد من الاستشهادات اللي ذكرناها أحد المفكرين كان يقول أن أنا كنت أقول لحبيبتي أني أتمنى الموت يعني لديك، أو أتمنى موت يعني بالقرب منك. يقول بعد 5 سنوات صرت بس أشتاق لها عندما تسافر. يقول والحين لو أشوفها مرة من الطرف الثاني من الشارع ما ألتفت لها، لأن الزمن له تأثير على مظهر الحب. لا تعتقد أن التمظهر الذي اتضح لك في الحب أنه هو كل الحب، لا، هذا مظهر من مظاهر الحب، له تمظهرات عديدة. هذا اللي أنا يعني توصلت إليه. بس أنا عفواً، بس شفت هذا التمظهر هذا اللي قاعد تكلم عنه، أو هذا على قولتهم الانطفاء في مراحل الزمن، هذا عامل الدهشة. هني مجرد ما تخف الدهشة تخف يعني جموح الإنسان يقل. هو الدهشة نفس الطفل، تجيب له هدية مثلا هو وايد يبيها،
أو حتى وإحنا كبار. يعني أنت مثل الحين هذا ليش أقول لك قوة الواهمة؟ العلماء المتكلمين القدامى على قولتهم كل معي فصلوا القوة الإنسانية القوة النفسية من القوة المادية إلى خمس قوة أو ست قوة مذاكرة. في قوة منهم يسمونها قوة النفس الواهمة، يعني ينزل آيفون جديد أبي أشتريه، يصير عندك حالة توق وجد، ممكن يعني لو أنت شاعر تكتب شعر بالآيفون، مجرد ما تحصل أول يوم مستانس وثاني يوم طاير فيه فجأة تطفي، بعدين شنو انتهى الموضوع، شنو بعدها؟ ما في شيء. ليش؟ لأن الدهشة قلت عندك، فهذه مشكلة الدهشة. مجرد ما تقل الدهشة ترى ينتهي كل شيء. هذه الدهشة لازم تكون مستمرة. شلون تحافظ على ديمومة الدهشة؟ هذه حالة ثانية. لازم على قولتهم لازم شلون التردد، سالب وموجب، سالب وموجب، لازم فوق وتحت. داود عفوا على المقاطعة، انت يعني تقصد ان التحدي الحقيقي هو الحفاظ على هذه الدهشة؟ اي هذا التحدي الحقيقي. ليش الحفاظ على هذه الدهشة؟ الحفاظ على هذه الدهشة بي يعني بإيجابيتها وسلبيتها، بجمالها وقبحها، يعني سالب وموجب، بعدم ديموميتها في رتم واحد، لأن الديمومة تقتل الشعور. الديمومة الرتيبة تقتل الشعور، فهذا الحفاظ على الدهشة، أن أنت دائما تندهش. وأعتقد أن هذا هو التحدي القائم أمام الفلاسفة، كيف يستطيع الفيلسوف أن يبقي الدهشة قائمة، لأن بدون الدهشة لا يستطيع أن يتعاطى يعني مع الحياة، أو يستطيع أن يفلسف الأمور. سلمان عندك أبو داود، تفضل سلمان. دام فضلك يا أبو علي، دام فضلك. أنا عندي مداخلة لداود يوم قال لو قيس لقى ليلة ما كتب، ولو عنتر لقى عبلة ما كتب. هو ما كتب شعر، لا، الشعر هذا فرع من فروع الشعر، من الاشتياق والتوجد والشيء بعيد عنه، أكيد إنها بيحلى بعينه أكثر وبيكتب أجمل يعني كدقة، يعني خلينا نقول ما كتب بهالكثرة أو ما كتب من هالنوع من الشعر. لكن الشعر ما هو مختزل على غزل أو شوك، حتى الغزل نفسه أنا بقول لك الشعر إنه فيه مدح وفيه أشياء كنصائح وفيه أمور وفيه حكم وفيه إلى آخر. لكن أنا أهم بجيك بفرعك هذا اللي هو فرع الحب والاشتياق، واللي تقول لو إنهم تواصلين كان ما استمر الشعر. لا، مو صحيح، في قصائد كثيرة من بعد الوصال. احنا بنبدي خلينا نقول من خير اللي خير واحد مخي اللي هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، زوج فاطمه الزهراء رضي الله عنه، دخل عليها وجدها تستاك بسواك بفمها، سواك تعرفون السواك، فقال حظيت يا عود الاراك بثغرها، اما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت من اهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. فها قاعد يتغزل فيها، مجرد انه دخل على زوجته حبيبته متزوجين لهم سنين، دخل عليها شافها معها مسواك تغزل، وهذا قريحته قال فيها بيتين شعر غزل، ما هم فارقها ولا هو شيء، بالعكس زوجته كل يوم معها. هذه وحده. ولو بنسوق بس انا اشوف معنا اخوان، انا كلك قاعد اجيب شعر من العامي، فبحاول شوي عشان الحين مثلا بعد اللي تقولهم كلثوم، انت عمر اللي ابتدى بنورك صباح، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوه ازاي علي؟ يعني ما بدا العمر الا من عقب ما شفتك، فمن بعد ما عرفتك ومن بعد ما صرت معاك صار حلو العمر، ابتدى صار احلى. واللي يقول عندنا انا ما شعرت اني مع الناس قبل القاك، ولا ذقت للدنيا طعم قبل تلقاني، يعني من بعد ما لقى حبيبه وظفر فيه على قولتك واخذ اللي يبي على ما تلمحت، هم ما ظل الحب وموجود وزاد الحب، والدنيا بدا يشوف لها شيء ثاني. واللي يقول جابك الله لي هديه من السماء، جيت مثل الشوف لعيون العمى، صرت اشوف الدنيا فيك، يعني أنا قبل أشوفك أعمى، من عرفتك وصرت معاك صارت الدنيا حلوة معاك. واللي يقول إلى أخوة كثيرة قصائد اللي ما بعد الوصال، وما بعد وما بعد، قصائد كثيرة كلها ما بعد الوصال. لكن يعني نرجع شوي بس أفهمك الموضوع من أول باختصار، أن الشعر أجزاء كثيرة ما يختزل بالفراق أو الشوق، وقسم الفراق والمغازل والشوق هم موجود فيه طال عمرك أشياء ما بعد الوصال. يقول سعد الرشيدي أحيانا أشوفك بنفس الوقت وأتخيلك، وأحيانا أضمك وأخاف أني مشبه عليك، ما قلت لك عمر سيف العشق ما يقتلك، ما تشوفني حي قدامك وأنا أموت فيك. عرفت شلون؟ هذا يقول قدامها، أحيانا أشوفك بنفس الوقت وأتخيلك، يعني من كثر ما أنا أحبك أشوفك وأتخيلك مع بعض. هذا من باب نفس الباب اللي هو الشوق والغزل،
لكن ما بعد الوصال يستمر الشعر، والشعر باقي هو ديوان العرب، والشعر أكبر وأكثر من أنه ينتهي بمجرد وصال أو شيء مفجئ. وسلامتكم طيب. الله يعطيك العافية أبو داود، أطربت أنا وصح يسارك. الله يسلمك صاحب. أنا عبد الله عندي مداخلة على الموضوع. ترى هم ضاري عنده مداخلة. اي بس انا لانه ما اتكلم طول اليوم ف لان انا شدني تعليق داوود وبو داوود. انا اعتقد ان اثنينهم صح. داوود قال ان التحدي هو الحفاظ على الدهشه. طيب الشعراء اللي قاعد يذكرهم بو داوود هم حققوا المطلوب. حققوا المطلوب اللي هو الحفاظ على الدهشه، ولذلك لا زالوا يقولون الشعر. فعلشان نوفق بين المداخلتين نقول ان إذا حافظت على الدهشة راح تستمر بكتابة الشعر. فالمفروض أن عنتر لما يلقى عبلة، عنتر يستمر في اكتشاف عبلة وفي ملاحظة عبلة وشنو عندها من أشياء جديدة لم يكتشفها. والمفروض عبلة ما تكون إنسانة روتينية يعني ممكن اكتشافها في يوم أو في سنة. مفروض عبلة وعنتر يكونون يعني متجددين، ناس يتغيرون. ما يصير أنا أعرفك اليوم وأحبك وأنت تقعد 20 سنة على نفس الشخصية ونفس الأفكار. فأكيد أنا راح أزهق منك وأكيد راح أدور على نجاة مثل ما قال داود. ويعطيكم العافية. شكراً أبو راشد. تفضل ضاري. دام فضلك. أنا عندي بس مداخلة بسيطة على كلام أخوي داود. ذكرني المقولة الضحك الصراحة حق أوسكار وايلد، يقول الزواج عقوبة، إنه يشبه أن تقول أنا أحب الكعك فيوضع الكعك بفمك مدى الحياة. وأنا أعتقد أنه مر عليكم هذا التشبيه وايد، أنه تم تشبيه النساء كانهم كعك، كانهم شيء. مثل أخوي داود قال مثل الطفل لما تشتري له تليفون جديد بعد سنة يمل منه. فعلا هذا شيء يصير، بس العلاقات الزوجية والحب مختلفين. المحشوقة أو المحبوبة مو نفس الكعك، مو نفس الشيء الجماد الثابت الغير متغير. هذا شيء متحول، يتحول ويتغير ويتجدد معك يوميا، وبالذات بالمواقف. فاللي يربطك بينه وبينها، بينك وبينها، هي المواقف اللي تعزز هذه العلاقة وتوصلون إلى درجة حب مختلفة عن الدرجة اللي ابتديت منها. توصلون إلى درجة المودة اللي ما تطلع إلا مع مرور الوقت الطويل. فمو نفس الكعك ولا نفس التليفون ولا نفس الجماد هذا، فهي شيء مثل ما بغيت أقول متحول ومتغير. فمع ذلك ما تتحول وتغير تتجدد هذه الدهشة. يعطيكم العافية. بس عفوا ممكن تعليق بسيط بس؟ تفضل داود. إيه دام فضلك. أنا يوم شبهت الناس مو يعني الناس مو كعك يعني أو شو يسمونه، بس القصد شنو؟ أن في ناس أحياء بس ترى شنو يعني قاعد يعيش وجسد ويأخذ أكسجين ويستنفذ موارد البشرية من مأكل ومشرب، وهو ميت، هو مجرد جسد عايش بس كروح ميت. ففي وايد زواجات تلاقيها مستمرة فظن أن العلاقة مثالية، وهم يعني الحياة الرتيبة فيها يعني والله لو يموتون أرحم لهم. يقومون من النوم، العيال يودون عيال المدرسه، يردون ياكلون مجبوس، بعد لو بيروح الديوانيه بعد يرد يتعشون. كل يوم كذي، كل يوم كذي، هذا العود الابدي. ماكو مال نيتشه بس شنو على الحياه الزوجيه، ماكو اي عنصر للدهشه. يعني ممكن يعني لو تجي لهم بخبر مفرح ويهم بليده شيء، ماكو مشاعر يعني نهائيا. اموات وبس. خلصنا يا جماعة، بس الله يعافيك. يعطيك العافية. حياك الله. الله يحييك. تراني أنسى اسمك، ذكرني باسمك. محمد بن خلف. نعم محمد، حياك. أول شيء يعطيك العافية على الشرح الوافي والجميل. في اقتراح من كاتبة اسمها مارينا روبنسون، عندها كتاب اسمه كيوبيدز بويزن ايرو. تقول ان في خصوص مساله الدهشه وغياب الدهشه
كيف ان العلاقه تبرز في الزواج. عندها اقتراح غريب نوعا ما يعني جدا استغربته جريء شوي. تقول ان للحفاظ على حراره العلاقه يجب ان ما يكثر الزوجين من مو الجنس يعني فقط الاورجازم. يعني تقول لو يتم تجنب هذا الشيء راح يكون في الحراره راح تكون مستمره العلاقه. هذا شيء غريب جدا يعني طرح نوعا ما سمعته حد من قبل. يعني تربط حراره العلاقه حراره العاطفه بان يعني الاورجازم مسؤول اساسي عن اطفاء هذا الشيء. ولا علاقه اكيد باكثر من شغله قلتوها، شغله قالها باري، شغله عبد الله سالفه اللي هو ان الحب يذهب الى نكهه الحب او شيء كذي يعني. زائد المساله الكيميائيه اللي كيميائيه الضباب تقول لك تجنب الاورجازم علاقه راح تكون تجنب تقصد مو ان تقطع بالكامل، بمعنى ان لا تكسر منها يعني. يعني يكون شيء مو شيء مستمر يومي اسبوعي، لا من شهر لشهر كل ربع سنه. مو هذا الطريقه، بس ان تقول ان اورجازم هو اللي يطفي العلاقه، هو اللي يطفيها. شكرا بن خلف، يعطيك العافيه. أحد حاب يضيف شيء يا جماعة؟ راشد عندك شيء؟ لا والله ما عندي شيء، ما شاء الله تكلمت بكل شيء. يعطيكم العافية جميعا. الله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لكم، وعذرا على الإطالة، وكرر الاعتذار إذا حصل تقصير في الشرح. اللي حاب يستزيد أذكر بالكتاب اللي نقلنا منه، اللي هو كتاب الفلاسفة والحب لماري لوموني وأود لانسولان، ترجمة دينا مندور. والكتاب الثاني اللي يعني كنت أشرحه بعد الكتاب هذا، اللي هو كتاب ظاهرة الحب 6 تأملات لجان لوك ماريون، أنصح فيه جدا 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 للمهتمين بفلسفة الحب. عبد الله، الافكار بكتابك اللي قلتها يعني حلو ممتاز، ويعني ما شاء الله انت بعد شرحك له كان جميل. ايضا انا ارشح كتاب فن الحب لإيريك فروم، كتاب رائع جدا، حلو ممتاز، افكار عميقه، واتمنى يعني من الكل انه يطلع عليه. ازاد اذكر اللي موجودين اليوم بان سلسله الفلاسفه والحب مستمره، يعني إن شاء الله ضاري راح يكون معانا بعدين، وطلال وأنا وبسمة، فيعني نتمنى هذا الحضور إن شاء الله يعني يستمر. ولا لا ما خلصنا الكلام، لا بعد بقى وايد كلام عن الحب. يعطيكم العافية جميعا، يعطيكم العافية وشكرا لكم اليوم، تصبحون على خير جميعا، حياكم الله.